صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، وصباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الخير عليك يا منة، وصباح الفل على حركة كلكم. في الحقيقة لسه طبعا في بيوت كتير جدا عايشة حالة الطوارئ بسبب امتحانات الثانوية العامة والمذاكرة والمراجعات والملخصات والدروس. أكيد كل البيوت اللي عندها طالب في الثانوية العامة بيبقى فيها نوع من التوتر والقلق، وطبعا كلنا عارفين ان ده امر طبيعي، لكن المفروض ان في الوقت ده الاسره تساعد الطالب على انه يذاكر في اجواء من الراحه النفسيه والهدوء علشان يقدر انه يحافظ على تركيزه في فتره الامتحانات. وايضا لازم الطالب يعرف ان الثانويه العامه هي مرحله مهمه جدا من مراحل حياته، بس مش هي كل حياته، فبلاش تتعامل مع الامتحانات ومع مرحله الثانويه العامه بان هي حاله طوارئ لن تعود مره اخرى. لا بالعكس، في امتحانات أخرى كتير جدا هتجيلنا خلال حياتنا العملية. يا جماعة الخير، احنا مش أول مرة نتكلم عن الثانوية العامة ولا هتكون آخر مرة، لأن احنا محتاجين نقلل من فكرة الضغط على الولاد، محتاجين نقلل من فكرة إن الأسرة تفضل تشحن في الولاد ويفضلوا طول الوقت عمالين يقولوا لهم دي السنة المصيرية. دي هي طبعا سنة مصيرية، ولكن هي سنة زي كل سنة، كلنا امتحنا وكلنا خلصنا وكلنا دخلنا الكليات وكلنا اشتغلنا بعدها، وإن شاء الله ربنا يوفق الكل. الطالب لازم يكون عنده قناعة بإنه مش مطلوب منه غير إنه فعلا يجتهد ويعمل اللي عليه والباقي على ربنا، واللي ما كانش اجتهد الفترة اللي فاتت يعني هو دلوقتي عنده الوقت على الأقل إنه هو يحاول يلم المادة قد ما يقدر، وإن شاء الله ربنا برضو هيوفقه. إحنا كمان الأهالي علينا إن إحنا نبطل فكرة الضغط النفسي على الولاد بإن إحنا نبقى موجودين حوالين اللجان وقاعدين ومترقبين ومشدودين، وهم كمان قاعدين مشدودين، الولاد بتبقى عينهم على أولياء الأمور قاعدين يا ترى أهليهم راضين أهليهم مش راضين أهليهم موجودين أو مش موجودين. كل ده ممكن يؤدي لنتيجة عكسية، زي ما يكون ممكن يكون بيطمن بعض الطلبة لكن ممكن يكون موتر للأغلب الأعم. وطبعا يعني مش عايز أقول لكم عدسات الصحفيين والمصورين لقطت مناظر عاملة إزاي في قصة أولياء الأمور اللي مستنيين الطلبة برا المدارس، اللي جايبين سندوتشات واللي مستنيين واللي عاملين مش عارف ايه واللي جايبه بنت خالتها، حاجه يعني كوميديا. وطبعا احنا كلنا شايفين الكلام ده وكلنا شايفين الـ 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 المشاهد دي، وهي في النهايه ضغط على الطالب، والضغط على الطالب ده بطبيعه الحال ممكن يجيب نتيجه عكسيه. طبعا ده بجانب ان لازم الطالب يعرف ان الثانويه العامه مش محور الكون، يعني بعد الثانويه العامه بيخش مرحله جديده من حياته، النجاح فيها ما بيبقاش مرتبط بالمجموع، مرتبط بشخصيتك، مرتبط بتواصلك الاجتماعي، مرتبط بقدرتك على التكيف على الحياة، مرتبط بقدرتك على خلق محيط اجتماعي تقدر تسوق فيه أفكارك، بهدفك في الحياة، بتطويرك لنفسك، بكورساتك اللي هتاخدها، باختيارك للمجال اللي انت بتحبه وميال ليه. مش كل الناس اللي اتخرجت من كليات اشتغلت فيها، ومش كل الناس اللي كانت في كليات قمة أيضا اشتغلت فيها.
تجارب كل الناس بتقول النجاح في الحياة العملية ملوش أي علاقة بالمجموع، له علاقة بالاجتهاد، له علاقة بالسعي، له علاقة بتطوير المهارات، له علاقة بالمهارات الاجتماعية المختلفة، إنك تعرف تقدر تبيع الفكرة اللي أنت بتفكر فيها، إنك أصلاً تعرف تفكر وتنظم أفكارك، إنك تعرف توصل أفكارك للناس اللي حواليك، إنك تعرف تشوف إيه اللي السوق محتاجه وتقدر تشتغل فيه. هنتكلم في الموضوع ده وهنتناقش النهاردة إزاي الأسر تقدر تساعد ولادها أنهم يتجاوزوا ضغط الامتحانات وهم كمان يتجاوزوا الأهالي ضغط الامتحانات. بنصبح عليكم مرة تانية، صباحكم زي الفل وتوفيق إن شاء الله من ربنا. صباح الخير يا مصر. بنصبح عليكم، خلينا نصبح على زميلتنا دينا شرف نتعرف منها على أخبار المرور والطقس في القاهرة وباقي المحافظات. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا مصطفى، صباح الخير يا منى، صباح السعادة والتفاؤل على كل مصريين في كل مكان، وربنا يوفق أولادنا في امتحانات الثانوية العامة يا رب وتعدي عليهم على خير كده في طقس طيب ان شاء الله. بس هو في حاجه يعني بسيطه جدا عايزه اقولها، يمكن انا افتكرتها وانتوا بتتكلموا، ان انا وانا في الثانويه العامه كنت اكيد مشدوده وكنت بذاكر جامد قوي، بس لما دخلت الجامعه لقيت ان امتحانات الجامعه اصعب بكتير قوي من ثانويه عامه. أيوة. يعني هم لو يصدقوا يعني الموضوع ده بالذات هتهدى معاهم الامور شويه ومش هيعرفوا ان نهايه الدنيا مش في الثانويه العامه، بالعكس بعد كده الحياه بتبقى اصعب واصعب في السنوات القادمه في الدراسه. ده حقيقي. صحيح. الطقس هيكون حار شويه يا مصطفى، معلش. ليه يا دينا؟ معلش. طيب خلاص. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي خلونا نبدأ معاكم في استعراضنا لأحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وخصوصا إن الناس بدأت تنزل دلوقتي. خلونا نبدأ مع حضراتكم كالعادة من محافظة القاهرة، وهنروح لشارع صلاح سالم اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات متقطعة على امتداد الطريق لحد ما نوصل لتقاطع كوبري أكتوبر. هنلاقي هناك في كثافات مرورية، ده بعد تقاطع الكوبري كمان هنلاقي كثافات بدأت تقل بشكل تدريجي لكنها ما اختفتش ولسه مكملة لحد مستشفى العباسية. هتبدأ الكثافات تختفي عند محطة مترو الاستاد. نروح شارع الموسكي واللي فيه سيولة مرورية في الوقت الحالي، لكن من المتوقع ان هو بيشهد كثافات مرورية كبيرة خلال الساعات القادمة. بالنسبة لشارع رمسيس في اتجاه العباسية في الوقت الحالي بيشهد كثافات مرورية متقطعة على فترات. الكثافات دي بتبدأ بداية من ميدان رمسيس وصولا للعباسية لحد شارع الخليفة المأمون وفي مصر الجديدة. ومن محافظة القاهرة تعالوا مع بعض نروح لمحافظة الجيزة وتحديدا من شارع الهرم، ومن بداية شارع الهرم من بداية المستشفى اللي فيه كثافات مرورية متقطعة مكملة لحد الجيزة، ولو طلعنا كوبري الروضة هنلاقي فيه كثافات مرورية عالية مكملة لحد نفق الملك الصالح. على الشارع الموازي للهرم تعالوا نشوف شارع فيصل اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات نسبية بتبدأ من آخر شارع فيصل ووصل لحد طوابق. عند الطوابق هنلاقي فيه كثافات مرورية كبيرة هتبدأ تقل عند محطة التعاون، لكن بداية شارع فيصل بتشهد بعض الكثافات وده المعتاد. نروح لمحور 26 يوليو بيشهد كثافات مرورية بسيطة، ولو أنت متجه من أكتوبر إلى منطقة المهندسين ممكن تاخد طريق محور 26 يوليو البديل، مفيش فيه أي كثافات وهيوصلك لميدان سفنكس. أما لو جاي من أكتوبر ورايح طريق فيصل والهرم بيفضل محور المهندس شريف إسماعيل، فيه سيولة مرورية كبيرة وهيوصلك في دقايق. من محافظة الجيزة نروح لإسماعيلية هنلاقي أن طريق رقم 6 بيوصلنا لطريق أحمد أبو زيد بيشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي، هنفضل مكملين وندخل شارع الطيار إسلام عبد اللطيف هنلاقي برضو فيه كثافات نسبية غير مؤثرة على حركة السيارات. ولو كملنا لشارع الجامعة هنلاقي فيه سيولة مرورية كبيرة جدا واصلة ومكملة لحد طريق الإسماعيلية. ونروح محافظة سوهاج واللي هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج واللي طريق عندها بيشهد كثافات نسبية بسيطة. نمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية في سيولة مرورية، في بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل وكمان الطريق المؤدي للجامعة في أيضا في كثافات نسبية، وفي كثافات كمان مرورية بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. ومن جولتنا في شوارع مصر المختلفة اطمئنان على الحالة المرية هناخدكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء
لسه في ارتفاع في نسب رطوبة، وده بيزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم بتتراوح من درجتين لثلاث درجات. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 36، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 31 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. نبدا كالمعتاد باهم الاحداث اللي معانا. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بالامس وفد سوداني من المشاركين في مؤتمر القوى السياسيه والمدنيه السودانيه اللي بتستضيفه مصر، واعرب الرئيس السيسي خلال اللقاء عن تقديره لاستجابه المشاركين للدعوه المصريه لعقد هذا المؤتمر المهم تحت شعار معا لوقف الحرب في ظل اللحظه التاريخيه الفارقه اللي بيمر بيها السودان الشقيق. امبارح ايضا التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. رئيس الوزراء أكد أن الدولة المصرية بتكثف مختلف الجهود من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة ولتشجيع القطاع الخاص، وذلك تعظيما لما تمتلكه من مقومات وإمكانات في مختلف القطاعات، وهو ما يأتي ضمن بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة. أخبار مهمة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل وفد سوداني من المشاركين في مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية اللي بتستضيفه مصر، وأعرب الرئيس السيسي خلال اللقاء عن تقديره لاستجابة المشاركين للدعوة المصرية لعقد هذا المؤتمر المهم تحت شعار معا لوقف الحرب في ظل اللحظة التاريخية الفارقة اللي بيمر بيها السودان الشقيق واللي بتتطلب تهيئة المناخ المناسب لتوحيد رؤى السودانيين تجاه كيفية وقف الحرب. وشدد الرئيس على أن مصر لن تألو جهداً ولن تدخر أي محاولة في سبيل رأب الصدع بين مختلف الأطراف السودانية ووقف الحرب وضمان عودة الأمن والاستقرار والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني، مؤكداً ضرورة تكاتف المساعي للتوصل لحل سياسي شامل يحقق تطلعات شعب السودان وينهي الأزمة العميقة متعددة الأبعاد اللي بيعيشها السودان بما تحمله من تداعيات كارثية على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والإنسانية. امبارح تقدمت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، وكتبت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أتقدم بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، فهي مناسبة جليلة تذكرنا بأعظم معاني الوفاء والصبر والإيمان في صفحات التاريخ الإنساني، داعية الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير واستقرار على وطننا. كل عام وأنتم بخير. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة موقف تسويق الوحدات بمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستعرض رئيس الوزراء حصر للوحدات الجاهزة للطرح أو المشروعات اللي بيجري تنفيذها حالياً سواء في العاصمة الإدارية الجديدة حي جاردن سيتي الجديدة أو مدينة العالمين الجديدة، مشروعات الأبراج وغيرها، وكذلك المشروعات السكنية بالشريط الساحلي بأسوان الجديدة ومنطقة سور مجرى العيون وغيرها من المدن. وكلف رئيس الوزراء بإعداد خطة لبدء تسويق الوحدات الجاهزة للطرح بهذه المشروعات على أعلى مستوى بمستهدفات واضحة وبرنامج زمني محدد لشركات التسويق، مؤكداً أنه سيتم مراجعة تنفيذ هذه المستهدفات دورياً. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أهمية دور وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في هذه المرحلة المهمة، حيث تكثف الدولة المصرية مختلف جهودها جذباً لمزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة وتشجيعاً للقطاع الخاص، وده تعظيماً لما تمتلكه من مقومات وإمكانات في مختلف القطاعات، وهو ما يأتي ضمن بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة. كما أشار مدبولي إلى أن العام الماضي شهد ارتفاع في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة لما تم تنفيذه في إطار برنامج الطروحات الحكومية وأيضاً صفقة رأس الحكمة، مؤكداً أنه من المهم الاستمرار في تحقيق هذه المعدلات. ولفت رئيس الوزراء إلى أن ضم ملف التجارة الخارجية لوزارة الاستثمار يأتي في إطار ارتباط العمل والمستهدفات سواء ما يتعلق بفتح أسواق جديدة للتصدير أو جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في إطار تنسيق العمل فيما يخص الملفات النيابية وملفات التواصل السياسي خلال الفترة المقبلة،
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة بتحرص دوماً على تعزيز التعاون الفعال مع البرلمان واللجان النوعية به في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية ومشروعات القوانين اللي بيتم سنها من أجل إيجاد أرضية مشتركة، بما يعمل على سرعة إنجاز القوانين اللي بتهم المواطنين. لذلك يجب الاهتمام بحضور الجلسات البرلمانية والمناقشات التي تنعقد حول مختلف القضايا، لا سيما في اللجان النوعية. بالنسبة لأخبار المحافظات، في دمياط تم انطلاق مبادرة صيف آمن، وده على شاطئ قدرون في دمياط الجديدة. أما في الدقهلية فتم الكشف على 1326 مريض ضمن قافلة طبية علاجية. كمان في الشرقية تم توريد أكثر من 614 ألف طن قمح للشوان والصوامع، وفي الغربية تم الانتهاء من رصف وتوسعة الطريق المؤدي لمجمع تدوير مخلفات القمامة. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أحداث كتير. في دمياط شهد نادي وشاطئ قادرون بلاج لذوي الهمم بمدينة دمياط الجديدة انطلاق مبادرة توعوية جديدة للهلال الأحمر المصري بعنوان صيف آمن، وبتشمل الفعاليات تدشين فرق غرف الطوارئ والدعم النفسي والتوعية الصحية والإسعافات الأولية وفريق الإعلام. في الأليوبية أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية اعتبارا من الساعة 10 مساء اليوم الاثنين وحتى الساعة 5 فجر الثلاثاء، وبيأتي الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه. في الدقهلية أعلنت مديرية الصحة توقيع الكشف على 1326 مريض ضمن فعاليات قافلة طبية علاجية خلال يومين بقرية النزهة التابعة لمركز المنصورة. ضمت القافلة 8 عيادات طبية متنوعة، وتم توفير العلاج للمرضى بالمجان. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي 21 رحلة طيران دولية من بين 150 رحلة بيستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت وحتى الجمعة المقبلة، بينها 6 من بولندا، وبتجري السلطات المختصة داخل المطار عملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم، ثم نقلهم للفنادق المقرر إقامتهم فيها للاستمتاع بأجازتهم على شواطئ البحر الأحمر. في سوهاج أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي توريد اسطوانات وأجهزة حقن كلور لازمة لتشغيل المنظومات بوحدات محطات المياه، وتم توريد 57 اسطوانة كلور بتكلفة 1.140 مليون جنيه، وتوريد 128 جهاز حقن كلور بتكلفة 9 مليون جنيه لإيجاد أقصى سبل لتحقيق أعلى أمان للمياه. في الشرقية أكدت المحافظة أن ما تم توريده من الأقماح بلغ 614,549 طن لمواقع التخزين بنطاق المحافظة، حيث يسمح باستلام أقماح محلية معبأة في أجولة بلاستيك بمراكز التجميع اللي بيتم نقلها للصوامع. في الغربية أعلنت المحافظة الانتهاء من رصف وتوسعة الطريق المؤدي لمجمع تدوير مخلفات القمامة بدفرة مركز طنطا، وتم الانتهاء من أعمال الأسفلت بالطبقة الرابطة بطول 1 كيلو متر وعرض 8 متر بداية من كوبري دفرة باتجاه مدخل مصنع تدوير القمامة. مشاهدينا احنا لسه موجودين معاكم، خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم باقي حلقتنا. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وقت الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، ولسه في ارتفاع في نسب الرطوبة، وده بيزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم بتتراوح من درجتين لثلاث درجات. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معانا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن حاله الطقس، خصوصا ان امبارح كان الجو لطيف شويه، لكن هل فعلا من المتوقع ان هيكون في موجه حاره هتبدا من بكره؟ هو طبعا بالفعل، يمكن احنا الاول خلال هذه الايام قيم درجات الحراره مستقره بشكل كبير وتعتبر حول المعدلات الطبيعيه للوقت ده من السنه. يعني احنا بالامس العظمى على القاهره الكبرى مسجله 35 درجه مئويه، اليوم ايضا متوقع انها تكون ما بين 35 الى 36 درجه مئويه، وده يعتبر المعدل الطبيعي للوقت ده من السنه. لكن طبعا احنا عندنا ارتفاع في نسب الرطوبه وبيخلينا نحس بقيم درجات حراره اعلى من 35 او 36، خلي قيمه درجه الحراره المحسوسه اعلى من المقاسه بحوالي من درجتين لثلاث درجات، لان احنا طبعا بنتاثر بامتداد
امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ده بيعمل بشكل كبير على وجود سحب منخفضه ومتوسطه وخاصه كمان في فتره الصباح الباكر، بيساعد شويه على تلطيف الاجواء وحجم جزء من اشعه الشمس، وكمان بيساعد على انخفاض قيم درجات الحراره خلال فترات النهار. فبالتالي اجواء فتره النهار هي اجواء ما بين المعتدلة ما بين الحرارة الرطبة فترة النهار إلى شديدة الحرارة الرطبة فترة النهار ده في معظم المحافظات الشمالية. طبعا كل ما اتجهنا جنوبا كان قيم درجات الحرارة أعلى، فأجواء المناطق الجنوبية الموجودة في محافظات الصعيد هي أجواء شديدة الحرارة. المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط بتكون هي الأعلى في قيم درجات الحرارة، لكن اللي هي الأقل في قيم درجات الحرارة لكن هي الأعلى في نسب الرطوبة، فأجواءها حرارة رطبة فترة النهار. هنيجي كمان فترات الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة الصغرى. فترة الليل بتتراوح ما بين 25 إلى 26 درجة مئوية، فبالتالي أيضا أجواء فترة الليل هي أجواء معتدلة رطبة في معظم الأنحاء، خاصة إن احنا هنيجي فترات الليل هنلاقي نشاط نسبي للرياح نحسه أكثر في المدن الجديدة أو الأماكن المفتوحة بشكل كبير. امبارح كان في نسمة جو كانت لطيفة جدا بصراحة. بالفعل، ونشاط الرياح ده بيقلل بعض الشيء إحساسي بنسب الرطوبة ويخليني أحس في تلطيف الأجواء، وخاصة زي ما بنقول في فترات المساء ساعات الليل وحتى فترة الصباح الباكر. لكن زي ما حضرتك قلتي في الأول، بالفعل احنا أعلنا عن بداية موجة جديدة من موجات ارتفاع قيم درجات الحرارة تبدأ معانا بشكل تدريجي وطفيف من بكرة الثلاث إن شاء الله. تبدأ مصادر الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا تختلف تماما، لأن احنا كمان مع المنخفض الجوي اللي كان بيأثر علينا خلال هذه الأيام مصادر الكتل الهوائية معظمه قادم من جنوب أوروبا، لكن من بكرة إن شاء الله ترجع تاني امتداد منخفض الهند الموسمي، والكتل الهوائية الشديدة الحرارة هتأثر علينا تدريجيا. كمان مع نهايات الأسبوع هيكون في مرتفع جوي في طبقات الجو العليا بيحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض. الارتفاع ده هيكون بمعدل من درجتين إلى 3 درجات في معظم أنحاء الجمهورية عن الأيام دي أو عن المعدلات الطبيعية للوقت ده من السنة. فهنبدأ بكرة عظمى على القاهرة الكبرى هتكون 38 درجة مئوية، مع نهاية الأسبوع توصل ل 39 درجة مئوية، وده طبعا مقاسة محسوسة طبعا ده في الظل وكمان محسوسة. بالظبط، المحسوسة في الظل كمان بتكون 41 42 درجة مئوية. الموجة دي هتبدأ معانا الثلاث وتستمر معانا مدة لا تقل عن أسبوع، يعني هي مكملة معانا كمان بداية الأسبوع اللي جاي، فهنحس أكثر بارتفاع قيم درجات الحرارة بسبب طول هذه الموجة. هي موجة شديدة الحرارة أغلب محافظات الجمهورية هتتأثر بيها، مع استمرار كمان ارتفاع نسب الرطوبة، يعني نسب الرطوبة لسه مكملة معانا كمان. لسه كنت بقول لحضرتك، كنت هسألك عن نسبة الرطوبة، هل فعلا هتبقى مرتفعة يعني طول النهار وحتى في الساعات المتأخرة من الليل؟ هي طبعا نسب الرطوبه لسه مكمله معانا في الارتفاع. احنا دايما بنقول ان احنا شهر 7 وشهر 8 هم ذروه صيف الصيف بسبب كمان وجود نسب رطوبه في الجو، فهي مكمله معانا فترات النهار وفترات الليل ومكمله معانا كمان الايام اللي جايه، الا ان في بعض الايام بيكون فيها نشاط للرياح او منخفض جوي في طبقات الجو العليا زي الايام دي بيقلل بعض الشيء احساسي بنسب الرطوبه، لكن مع موجه ارتفاع قيم درجات الحراره يمكن انا احس اكثر كمان بوجود نسب رطوبه في الجو، لان المرتفع الجوي هيحبس الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض مع منخفض الهند الموسمي والكتل اللي جايه من على البحر المتوسط، فبالتالي هحس بارتفاع نسب الرطوبه اللي بتتجاوز في الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط بتتجاوز ال 85 و90%. في القاهرة الكبرى بتتجاوز ما بين 80 لـ85%، ودي نسب رطوبة مرتفعة بشكل كبير، وطبعا كل ما اتجهت جنوبا كانت نسب الرطوبة أقل وبتقل بشكل تدريجي. عظمة الرطوبة كمان بتبقى فترة الليل، يعني القيم اللي هي 90 أو 80% دي نسب رطوبة بتبقى فترة الليل كمان، فعشان كده هنحس بنسب رطوبة خلال الأيام اللي جاية، خاصة كمان إن هيحصل هدوء في سرعات الرياح، يعني هنحس كمان إن نشاط الرياح اللي كان موجود معانا الأيام الماضية. بس الرياح دي هتكون محملة بالرمال والأتربة ولا هواء سخن؟ لا، هو هيكون هواء سخن، لأن هواء الرياح هتبقى قليلة الأيام اللي جاية، نشاط الرياح هيقل، فبالتالي أو الرياح هتبقى معتدلة خفيفة جدا، فمش هتأثر على إحساسي بوجود ارتفاع في قيم درجات الحرارة أو حتى كمان تقلل إحساسي بوجود ارتفاع في قيم درجات الحرارة. كمان هيكون في اعتدال في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط،
لان احنا الفتره اللي فاتت كان في ارتفاع امواج في الشواطئ الغربيه للبحر المتوسط واماكن من البحر الاحمر، لكن من النهارده ان شاء الله وخلال الايام اللي جايه هيقعدوا تاني البحرين معتدلين بشكل كبير. يعني لان احنا فعلا مع يعني الويك اند اللي فات زي ما بنقول كده وبدايه الاسبوع كان فعلا يعني ممنوع نزول في معظم شواطئ السواحل الشماليه، وكان الرايه الحمراء مرفوعه على معظم الشواطئ. بالفعل الايام الماضيه تم اغلاق بعض الشواطئ كمان في الشواطئ الغربيه للسواحل الشماليه الغربيه تحديدا في مطروح في العالمين في مناطق كمان من الاسكندريه، لكن ان شاء الله خلال الايام اللي جايه من النهارده وعلى مدار ال 72 ساعه اللي جايه على الاقل البحرين هيكونوا معتدلين، ارتفاع امواج لا يتجاوز 2 متر ما بين 1.5 ل 1.7 متر، فبالتالي مؤهل تماما لاعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. بس احنا تاني هناكد على كل الساده المواطنين ان قيم درجات الحراره اللي احنا بنقولها كلها اذا كان مقاسه او محسوسه ده في الظل، تعرضي لاشعه الشمس بشكل مباشر هيزود احساسي بارتفاع قيم درجات الحراره بشكل كبير. ففتره الظهيره من 12 الظهر ل 4-5 العصر، الفتره دي شده الاشعه الشمسي عاليه بشكل كبير، بنسجل قيمه درجه الحراره العظمى، فبقدر الامكان نتجنب. وعلشان كده يا دكتور احنا بنتابع مع حضرتك بشكل يومي في برنامج صباح الخير يا مصر لحاله الطقس. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معانا. خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبداها من القاهره العظمى 36، الصغرى 26، العاصمه الاداريه 36 25، اسكندريه 32-22، العلمين الجديدة 31-22، مطروح 31-23، دمياط 32-25، بورسعيد 34-26، إسماعيلية 38-24، السويس 37-23، العريش 34-23، كاترين 34-15، طابة 35-24، حلايب 35-28، شلاتين 37-27، شرم الشيخ 38-28، الغردقة 39-27، الفيوم 37-22، بني سويف 37-23، الوادي الجديد 39-25، أسيوط 38-24، سوهاج 38-25، قنا 41-27، الأقصر 41-27، وأخيرا أسوان 42-28. حاولنا نطمن حضراتكم على حالة الطقس، لكن من الغد إن شاء الله هيكون في بداية موجة حر مستمرة معانا حتى بداية الأسبوع القادم. نخلي بالنا من التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في ساعات الظهيرة. هرجع مرة تانية لمنة ومصطفى عشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا لك. ودلوقتي خلينا نتابع أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اللي بتبدأ في الثانية ظهراً عرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة الجديدة برنامج الحكومة على المجلس، وذلك تطبيقاً للمادة 146 من الدستور والمادة 126 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، سعياً من الحكومة الجديدة للحصول على ثقة مجلس النواب. النهاردة هيقيم مركز الإبداع الفني بقصر الأمير طاس في مقره بشارع السيوفية خلف جامع ومدرسة السلطان حسن بالخليفة التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية حكاية جديدة من سلسلة حواديت الدكتورة تراث المصريين. بتدور حكاية اللقاء المقبل حول ماذا أكل المصريون عبر آلاف السنين، حكايات وأكلات من تراث المطبخ المصري، وده في تمام الساعة 8 مساء. لعشاق الكرة المصرية موعدهم النهاردة مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 30 من عمر المسابقة. هيلتقي فاركو مع الداخلية في الرابعة عصراً، في الخامسة والنصف عصراً هيلتقي بيراميدز مع الاتحاد السكندري، في السابعة مساءً هيلتقي الأهلي مع طلائع الجيش. في الحقيقة الفترة الأخيرة كان فيه اهتمام كبير جداً بإعادة إحياء الحرف اليدوية والتراثية إلى النور مرة أخرى، وخصوصاً في قرية اسمها قرية الفواخير. وفي الحقيقة أنا ما كنتش برضو أعرف إن في يعني قرية يعني اسم على مسمى اسمها الفواخير، لأنها تشتهر بصناعة الفخار. الفواخير فيها العديد من المنتجات المميزة وليها أو عليها إقبال من الجمهور. في الوقت الحالي بيتم استهداف إقامة 40 معرض وبازار عشان تعرض منتجات قرية الفواخير في مصر القديمة اللي بتضم 152 فخورة مقامة على مساحة 13 فدان. خلينا نعرف تفاصيل اكتر معانا على التليفون العميد ماجد فوزي مدير قريه الفواخير. صباح الخير على حضرتك.
صباح الخير يا فندم على حضرتك وعلى السادة المستمعين من الشعب المصري. أهلا وسهلا. اتشرفت بيكم حضراتكم. طبعا حضراتكم بتتكلموا دلوقتي على قرية الفواخير. أنا عايز أتكلم بقى مع حضرتك على حاجة، المستهدف من إقامة 40 معرض وبازار عشان نعرض فيهم منتجات قرية الفواخير في مصر القديمة. تمام يا فندم. حضرتك بالنسبة لقرية الفواخير أنا هضيف معلومة صغيرة بس، إن إحنا هنزود عليها كلمة جواهرجية الطين. لأنهم هم جواهرجية الطين لأنهم هم بتحف، بيعملوا تحف من الطين، فإحنا سميناهم جواهرجية الطين. طبعًا قرية الفواخير زي ما حضرتك معروفة إنها في منطقة الفسطاط، منطقة أثرية، منطقة بقت منطقة سياحية نظرًا لأن فيها بعض السياحة الدينية والسياحة الفرعونية. فطبعا لازم تليق بمكان اللي هو فيه، فلازم نعمل حاجه تجذب السائحين الى هذه القريه. فطبعا كان في معروضات بطريقه عشوائيه، كانت القياده السياسيه امرت بتطوير القريه وعمل بازارات على اساس ان انا اقدر ادخلها على الخريطه السياحيه، لانها هي كانت مهمشه وبعيده عن الخريطه السياحيه. فطبعا من ضمن الأسس اللي لازم تبقى موجودة على الخريطة السياحية وجود بازارات، وجود مطاعم، وجود كافيتريات، وجود الحاجات اللي هي طبعا بتخدم القرية. طبعا. فطبعا اتعرض هذا الموضوع على معالي الوزير المحافظ وصدق بإنشاء 40 بازار على الواجهة الرئيسية لقرية الفواخير اللي هي بتطل على شارع الفسطاط الرئيسي في ملتقى اللي جاي من الزيارة من متحف الحضارات او اللي جاي من مجمع الاديان. تمام. فطبعا بتعمل عمليه جذب سياحي نظرا للاتي، ان هيتم فيها عرض جميع منتجات الفخار بطريقه راقيه وباسلوب راقي مع التميز بوضع كل ما هو جميل وبمنظر شياكه جدا تجذب هذه السياح اللي هيشرفونا. طبعا فده طبعا كان طلب اساسي من وزاره السياحه. عظيم. الحاجه الثانيه طبعا ان احنا على اساس داخليا اتصدق من معالي الوزير المحافظ ونائب للمنطقه الجنوبيه بانشاء كافيتيريا على اعلى مستوى، على مسجد على اعلى مستوى، على كل ما هو خدمات بحيث انها تبقى كل الناس اللي بتحضر البازارات وتقدر تشوف يبقى عندها كل حاجه متاحه، سواء مكان تمام للصلاه وللعباده او لمكان للاكل والشرب. تمام كده. تمام. طيب عظيم. بالنسبه للمنتجات احنا مفروض سياده العميد هنعرض ايه؟ ما ايه اللي بيحتاجه السايح من زيارته للمكان ده نقدر نوفره له؟ كويس يا فندم. حضرتك دلوقتي احنا عارفين طبعا الفخار زمان كنا بنعتقد ان الفخار عندنا القله والزير، لكن داخل قريه الفواخير عندي جميع المنتجات التي ترتقي، بتوصل عندي من مسقه الحمام الصغيره لحد ما بوصل لتماثيل روما واليونان. فيها اكتر من منتج، فيها منتجات سواء للانتيكات، سواء للفازات، سواء للمأكولات، سواء لحاجات برضو فرعونية معمولة. ليه؟ لأن أنا السائح عندي بيدور على الحاجة اللي هي بيحتاجها، لازم يكون فيها مميزات. مميزات إيه؟ يكون خفيفة الوزن على أساس وهو ماشي برضو يقدر ياخد منها حاجات ما تأثرش معاها على الوزن والكلام ده كله. فكل ده موجود ومتواجد في قرية الفواخير. طيب احنا عندنا تطور كمان في الفخار، ما بقاش الفخار هو الشكل التقليدي بتاع زمان، دلوقتي الفخار مطلي، الفخار بيدخل في الاطقم بتاعه الاكل والحاجات، وكانها قطع مهمه جدا بقت تبقى موجوده في البيوت وشكلها في منتهى الجمال وبتضيف شكل جمالي كمان على السفرات بالاضافه لباقي الاكسسوار الموجود في البيت. التطور اللي حصل في الفخار ده انتوا حرصتوا ان يبقى في حاجه تدريبيه للعاملين في قريه الفواخير؟ يا فندم طبعا قريه الفواخير كانت مهمشه سابقا، لكن في يوم 17/12/21 تشرفت القريه بزياره السيد رئيس الجمهوريه.
وطبعا لما اتشرفت بزياره السيد رئيس الجمهوريه كان الطلب الرئيسي مننا كمحافظه القاهره هو انشاء مدرسه لتعليم الحرفه نظرا لعدم الاندثار. طبعا. وتم انشاء هذه المدرسه وهي تعتبر مدرسه صناعيه نموذجيه واشتغلت المدرسه والحمد لله رب العالمين ده كان اول انتاج لينا. تمام حضرتك؟ الحاجه الثانيه بالنسبه لكده برضو القريه كانت عباره عن منطقه يعني ملوثه للبيئه اللي كانوا بيستخدموا زمان الحرق بالاخشاب في الافران. طبعا. محافظه القاهره تعاقدت على افران صديقه للبيئه. محافظه القاهره دخلت للقريه جميع المرافق بنسبه 100% سواء ميه سواء صرف سواء كهرباء سواء غاز فاصبحت القريه دلوقتي صديقه للبيئه. طيب احنا ليه بنقول انها صديقه للبيئه؟ لان طبعا انت عارفه حضرتك التلوث البيئي. لما تحولت لكده احنا استخدمنا فيها الكهرباء او استخدمنا فيها الغاز فدوت بيدي درجه حراره عاليه. زي ما حضرتك في بدايه الحديث قلتوا ان الفخار ما بقاش تقليدي، فعلا الفخار عندي ما بقاش تقليدي، الفخار عندي بيوصل لدرجه الاختزال، بيوصل حضرتك عندي برضو درجه الجليز، يعني المستويات العاليه جدا، فكانت بتحتاج الى درجات حراره عاليه. نعم. لان انا عندي الجليز بيتحرق لحد درجه 1050 درجه. العادي اللي هو الفخار القديم بتاعنا لدرجه 700 800. صحيح. وطبعا حصل ان تطوير وبدانا نطور مع وزاره الصناعه ونطور مع بالتاكيد يعني هناك يعني اكيد عدد كبير من العوامل اللي ادت لتطوير قريه الفواخير واللي بالتاكيد بنشوف اثرها على جانبي الطرق الخاصه بهذا الطريق المؤدي لمتحف الحضارات. شكرا لك العميد مجد فوزي مدير قريه الفواخير. البنك المركزي المصري قال ان صافي الاحتياط الاجنبي سجل اكثر من 46 مليار دولار بنهايه شهر يونيو 2024 بارتفاع قدره 259 مليون دولار عن شهر مايو اللي فات. خلينا نعرف التفاصيل. الدكتور عمرو صالح مستشار البنك الدولي السابق واستاذ الاقتصاد السياسي معنا على الهاتف، اهلا بك يا فندم. اهلا بيك، صباح الخير وعلى كل مستمعيك. اهلا بيك. اهلا وسهلا دكتور عمرو. خلينا نتكلم عن ارتفاع الاحتياطيات الاجنبيه، المصادر الرئيسيه اللي ادت لهذا الارتفاع. هو اولا الفتره الاخيره رغم الازمات الاقتصاديه اللي مر بها العالم، يمكن طبعا مش بس ازمه كورونا، لكن ازمه كورونا احنا خلي بالك ايام ازمه كورونا كنا من 18 دوله على مستوى العالم اللي حققت نسبه نمو ايجابي، لكن المشكله ان تأتي حرب غزة وقبلها حرب روسية الأوكرانية وتضاؤل حجم التجارة الدولية وبالذات في الصين، تباطؤ النمو الاقتصادي اللي موجود في الصين، كل ده أدى إلى إشكالات على مستوى العالم. إحنا ملتزمين بسداد الالتزامات، يمكن التقارير الحديثة كشفت بأن مصر سددت 25 مليار دولار من الدين العام في الفترة الماضية، وده رقم طبعا كبير جدا علينا إن إحنا نسدد في 2024 مبلغ موازي، ولو سددناه وان شاء الله هنسدده، لان خلي بالك مصر على فكره في الفتره الماضيه رغم كل ما يقال مصر لم تتخلف عن قرض واحد او عن التزام مالي واحد، ومصر هتسدد المفروض في الفتره الحاليه حوالي 32 مليار دولار، يعني تقريبا 20% من اجمالي الديون الخارجيه بتاعتها. لكن خليني قبل ما ادخل في التفاصيل والارقام والديون خليني اقول ان احنا، وانا قلت هذا الكلام وبقوله دايما، ان للاسف ان ازماتنا خارجيه وليست فقط داخليه. يعني احنا مفعول به نتيجه الازمات الدوليه زي الحرب الروسيه الاوكرانيه على سبيل المثال اللي اثرت على السياحه، زي الحرب المؤسفه في غزه على حدودنا اللي اثرت على قناه السويس واللي افقدتنا حوالي 60% من مدخولات قناه السويس، يعني حوالي 4.5 مليار دولار من مدخولات قناه السويس، وده تقريبا يا استاذ مصطفى نفس حجم الدعم اللي محتاجينه علشان الكهرباء، عشان نستورد مواد بتروليه علشان نفي بالاحتياجات المحليه لانتاج الكهرباء. فانت للاسف بتجد نفسك بتخطط وبترسم خطط اقتصاديه وعندك خطط اقتصادي وعندك اصلاح اقتصادي، لكن تيجي فجاه للاسف تلاقي ظروف خارجيه قاسيه، وانا بقول قاسيه،
ادت الى اضطراب الاقتصاد على مستوى العالم وعلى منطقه الشرق الاوسط، اللي بتاثر بشكل مباشر جدا على المدخولات العملات الاجنبيه اللي داخله الاقتصاد المصري، واهمها طبعا السياحه وقناه السويس. ثم الصادرات، رغم ان صادراتنا يعني قويه، ويمكن عايز انوه الى ما وجه به السيد الرئيس وهو حلم ال 100 مليار دولار صادرات مصريه في السنوات القادمه. طبعا احنا عندنا قدره ان احنا نوصل الى هذه الارقام وهذه المليارات، لكن خلي بالك عشان يبقى عندي صناعه لازم يكون عندي طاقه مستدامه وعندي استقرار في الاقتصاد العالمي. رغم المجهودات الكبيره جدا اللي الدوله بتبذلها والسيد الرئيس في جولات والخارجيه وربط مصر بعدد من الدول وجعل مصر مركز ثقل اقتصادي على مستوى العالم، لا سيما مثلا في مجال الطاقه النظيفه وانتاج الهيدروجين الاخضر واعاده مصر تاني لافريقيا، وشوفنا جولات السيد الرئيس في اوروبا، قمه مصر المانيا، قمه مصر فرنسا، قمه مصر روسيا، قمه مصر والصين، كل هذه الجولات في فيتنام حتى شفناه منذ سنوات في اليابان، كل هذه في الدول العربيه وعلاقتنا بالدول العربيه رجعت بشكل قوي جدا بالذات مع الامارات والسعوديه والكويت. كل هذه الجولات اللي بتهدف الى ان مصر ترجع تبني بشكل قوي جدا للاقتصاد العالمي ويبقى شراكات مع الدول الكبرى. فالقياده مش مقصره والاقتصاد المصري بيعمل بكامل الطاقه بتاعته، لكن الازمات الخارجيه اللي بيتعرض فيها، يعني انا كنت بتكلم على الصناعه على سبيل المثال، عايزين نوصل لحلم زي ما قال السيد الرئيس، الحلم اللي اطلقه السيد الرئيس ل 100 مليار، لكن النهارده لو عندي ازمات في الطاقه وعندي مشاكل في الكهرباء اللي احنا مش طرف فيها بشكل اساسي، او عندي انخفاض في حجم التجاره الدوليه والصادرات الدوليه على مستوى العالم، فبالتالي انا يعني ما اقدرش الوم الاقتصاد المصري او القائمين على الاقتصاد فيما يخص مؤشرات الاداء الكليه. أيوة. للاقتصاد العالمي اللي بتاثر دايما للاسف، وللاسف انا بقول بتاثر للاسف على الاداء القومي او الاداء الوطني في مصر. طيب دكتور، لو جينا اتكلمنا عن اهميه تحويلات المصريين في الخارج، اعتقد ده واحد من الروافد المهمه اللي بتصب في يعني الاحتياطي النقدي المصري. صحيح، احنا مدخولاتنا من العمله الاجنبيه، يمكن انا بشكرك على يمكن ما بنتكلمش عليها كتير مقارنه بقناه السويس او بالسياحه، لكن العاملين المصريين في الخارج رافد مهم جدا، والثقه اللي وده ارقام مش كلامي، الثقه اللي وجدت في الفتره الماضيه وبالذات توسيع محفظه الاستثمارات الداخليه. يعني كان عندنا عدد من المبادرات على سبيل المثال، مبادرات الاسكان للعاملين في الخارج، مبادرات السيارات الموجوده، المدن الجديده، المصانع، الاستثمارات، راس الحكمه، كل العاصمه الاداريه، كل هذه التوسعات العمرانيه والصناعيه والاستثماريه اللي جعلت المصريين في الخارج يحطوا اموالهم في هذه الاستثمارات في الوطن، بعد ما خلينا نعترف بعد فتره من عدم الاستقرار نتيجه طبعا يعني الاستخدام السيء للعمله الاجنبيه وظهور السوق السوداء. لكن هتوافقيني في رايي النهارده يعني الحمد لله السوق السوداء تكاد تكون اختفت تماما، وده اللي كان عامل نوع من عدم الثقه في الثلاث سنين اللي فاتوا في تحويلات المصريين، يمكن كانت قلت وكان وصلت لادنى مستويات، لكن النهارده وصلنا الى ريكوردز، وصلنا الى مستويات عليا في تحويلات المصريين الخارج نتيجه حاجتين، اولا نتيجه استقرار سعر الصرف والعمله الاجنبيه في مصر، نمره اثنين وده الاهم، المشاريع والتطوير والتحسينات الكبيره والتطوير المستمر اللي الحكومه المصريه بتقوم بيها لتطوير الاقتصاد المصري عشان تديله اكثر ثباتا واكثر قوه. أكيد، كل الشكر ليك الدكتور عمرو صالح، مستشار البنك الدولي السابق وأستاذ الاقتصاد السياسي، شكرا جزيلا لحضرتك. دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز الأهم وآخر الأنباء بصحبة زميلتنا دينا شرف، تفضل يا دينا. شكرا لك مصطفى. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم.
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بالرئيس سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا، توجه خلاله بالتهنئة للرئيس الجنوب إفريقي بمناسبة فوزه في الانتخابات وتوليه فترة رئاسة جديدة. وأكد الرئيس السيسي استمرار التعاون بين البلدين في الفترة المقبلة، وهو ما ثمنه الرئيس رامافوزا. كما أكد الرئيسان استمرار التشاور بين الدولتين والقيادتين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما القضية الفلسطينية والتطورات الجارية في قطاع غزة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تبذل أقصى الجهد سواء ثنائيا أو إقليميا ودوليا لمواجهة تداعيات الأزمة السودانية، وذلك عبر تقديم كافة أوجه الدعم بما يعكس خصوصية العلاقات المصرية السودانية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وفدا سودانيا من المشاركين في مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية الذي استضافته مصر. كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة أن يتضمن الانتقال للمسار السياسي للأزمة مشاركة كافة الأطراف وفقا للمصلحة الوطنية السودانية دون غيرها. وأوضح الرئيس السيسي أن مصر تستمر في إرسال عدد كبير من الشحنات للمساعدات الإنسانية للأشقاء في السودان، فضلا عن استضافة ملايين الأشقاء السودانيين بمصر. يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عامة، حيث من المقرر أن يستعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بيانا عن برنامج الحكومة الجديدة. هذا وقد أعلن مصدر حكومي أن مدبولي سيلقي بيان الحكومة ويسلم رئيس مجلس النواب برنامج عملها، لافتا إلى أن المجلس النواب سيدرس البرنامج خلال 10 أيام وفقا للدستور لمنح الثقة للحكومة الجديدة. أكد مصدر رفيع المستوى أنه من المتوقع وصول وفد إسرائيلي يضم مسؤولين من كافة الأجهزة الأمنية بمفاوضات الأسرى إلى القاهرة خلال الساعات القادمة، وذلك لاستئناف مفاوضات التهدئة بقطاع غزة. وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن يتوجه رئيس الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى القاهرة هذا الأسبوع للمشاركة في المفاوضات بشأن صفقة الأسرى وإنهاء الحرب المستمرة منذ 9 أشهر في قطاع غزة. تواصلت المظاهرات الحاشدة في شوارع القدس المحتلة وتل أبيب لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بإبرام صفقة تبادل المحتجزين. وطالب المتظاهرون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بانتخابات مبكرة رافعين شعار صفقة الآن. هذا وقد دفعت الشرطة بتعزيزات أمنية حول مقر إقامة نتنياهو في القدس قبل التظاهرة. أظهرت نتائج التصويت في الانتخابات التشريعية في فرنسا تصدر تحالف اليسار في الجولة الثانية واحتلال معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون المرتبة الثانية متقدما على اليمين، وحلت الجبهة الشعبية الجديدة في المرتبة الأولى مع توقع نيلها 172 إلى 215 مقعدا، بينما حصل معسكر ماكرون على 150 إلى 180 مقعدا، لكن دون أن تحصل أي كتلة على غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية. ختام موجز الثامنة، فاصل ونعود لحضراتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. المناعة الضعيفة أكثر المشكلات اللي ممكن يتعرض ليها الجسم، لأنه بيكون أكثر قابلية للإصابة بالعدوى وكمان بالأمراض. طب إزاي أعرف إن مناعتي ضعيفة؟ إزاي أعالج ده؟ إزاي أقدر يعني أتقي كمان شر أي شيء ممكن يهدد هذه المناعة؟ دكتور أشرف عقبة رئيس أقسام المناعة السابق بكلية الطب جامعة عين شمس ضيفنا النهاردة في استوديو صباح الخير يا مصر، هنتكلم معاه عن كل هذه الأمور بالتفصيل. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. إيه هي أبرز العلامات
أو الإنذارات اللي الجسم بيعطيها للإنسان عشان يقول له إن أنت مناعتك ضعيفة؟ طيب في البداية لازم الأول نبقى عارفين إحنا عايزين مناعة قوية ولا عايزين مناعة متوازنة. تمام. فكرة المناعة القوية دي الحقيقة لازم نبدأ نتخلى عنها شوية، لأنه الناس من يمكن مع يعني جائحة كورونا بدأت تفكر إزاي أرفع المناعة، إزاي أكبر المناعة، إزاي أقوي المناعة، لكن الواقع إحنا عايزين مناعة متوازنة. جميل. بالانسد. يعني يبقى بتقوم وظائفها في التوقيت المناسب بشكل المناسب. لأنه إذا المناعة كانت ضعيفة فده بيعرضنا إلى الالتهابات المتكررة والأورام، لكن إذا كانت المناعة زيادة عن اللزوم ده بيعرضنا الأمراض برضو، أمراض المناعة الذاتية وكمان أمراض الحساسية. الحساسية هي نوع من زيادة رد الفعل المناعي لحاجات المفروض أنها جسمنا يعتبرها طبيعية. يعني مثلا لما واحد يتعرض لبعض الحاجات اللي هي مثيرة إلى حد بسيط مش المفروض انها تقعد معاه اعراض طويله ومستمر، وده اللي احنا بنشوفه مثلا في الحساسيه. علشان كده احنا عايزين مناعه متوازنه ومتكافئه تقوم بوظائفها بشكل متكامل. برضو في موضوع تاني مهم، كل تخصصات الطب فيها مشاكل في المناعه، ونقدر نقول انه اي مرض بيحصل فيه خلل مناعي، لانه اي مرض بينتج عنه انه الخلايا المناعية تبدأ تنشط وتطلع كيماويات، الكيماويات دي ممكن إنها تعمل العلامات المرضية. إذا كنا هنتكلم على موضوع نقص المناعة، فنقص المناعة هو إن واحد يجيله مثلا التهابات متكررة أكتر من 10 مرات، التهابات في الجهاز التنفسي في السنة أو في الأذن الوسطى أو في الجيوب الأنفية، أو بميكروبات بنسميها ميكروبات انتهازية، يعني مش المفروض إنها تعمل التهابات، لكن اللي عنده نقص في المناعة يجيله بالميكروبات الانتهازية دي. كمان بعض الناس نبص نلاقيها بيجي لها مثلا أعراض زي إسهال مستمر ومتكرر، أو تضخم في الغدد الليمفاوية، أو ظهور طفح جلدي بشكل متكرر وكبير، أو إنه بيجيله التهابات عميقة لا تستجيب للمضادات الحيوية بشكل عادي. العادي مثلا انه لما بيبقى عندنا ميكروب او حاجه بتيجي بتسبب مرض، لما بندي مضادات حيويه بالكميه الكافيه والمده الكافيه، الشخص اللي مناعته متوازنه المفروض ان هو يستجيب بسرعه ويخف في خلال اسبوع 10 ايام. اما اللي عنده نقص في المناعه فهنبص نلاقي لا، ده بيجي له الالتهابات وتقعد معاه مده طويله ولا تستجيب للمضادات الحيويه العاديه بشكل كافي. كمان ممكن يجي أورام في بعض الحالات، زي مثلا الناس اللي بتعاني من مرض نقص المناعة المكتسب اللي هو الـ HIV أو الـ AIDS، دول بيبقوا عرضة لبعض الأورام اللي بتجيلهم بشكل يعني انتهازي وفي أماكن غير طبيعية غير اللي هو متعود عليه. إذا واحد عنده علامات شبه اللي احنا قلنا عليها دي، في الحالة دي احنا علينا ان احنا نفحص هل هو فعلا بيعاني من مشاكل في المناعة بتاعته ولا لا. المناعة الحقيقة لازم تبقى ليها يعني تعريف ايه هي حواجز المناعة اللي عندنا. اول حاجة مثلا الجلد والأغشية المخاطية، يعني لو واحد عنده حروق او عنده مشاكل في الأغشية المخاطية بتاعته، هنا هيبقى من السهل ان الميكروبات تخش. كمان في افرازات كيميائية المفروض انها بتساعد على حماية الجسم زي الدموع واللعاب، وكمان الافرازات بتاعه الجهاز الهضمي مثلا حمض المعده. خلي بالك انه بعض الناس اللي بتسرف في استخدام الادويه اللي هي بتقلل حموضه المعده، هي هنا بتكسر حاجز مناعي مهم جدا، لانه حمض المعده ده هو حاجز من الحواجز اللي بيمنع ان الميكروبات تقدر تخش للجهاز الهضمي الداخلي. كمان استخدام العشوائي للمسكنات والمضادات الحيويه، ويمكن منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الحقيقة بتحذر من الاستخدام بشكل عشوائي للحاجات دي، لأنه ده بيدي فرصة لأنه في ميكروبات تبقى مقاومة للمضادات الحيوية. كمان الحقيقة الناس اللي بتعاني من نقص المناعة بيبقى عندهم إحساس بالإجهاد الزائد، وما بيحسش بالراحة بسهولة حتى مع فترات نوم كافية. الضغوط النفسية من مسببات ضعف المناعة،
والناس اللي بتعاني من مشاكل نفسية أو عندها ضغوط نفسية جامدة بيبقى استجابتها للأدوية أقل، وفي نفس الوقت بتبقى عرضة لمشكلات صحية نتيجة نقص المناعة اللي بتحصل. كمان حاجة مهمة خالص اللي هي النوم بشكل كافي. لازم يبقى عندنا فترات نوم فيها راحة، وفترات النوم دي يفضل إنها تكون مسائية لأنه هي دي الفترة اللي الجسم فعلا بيشعر فيها بالارتياح. إذا واحد بيقدر إن هو ياخد قسط من الراحة بشكل كويس، ده هيبقى عنده ردود فعل مناعية سليمة تقدر إنها تقاوم الأمراض. دكتور، الهاجس اللي موجود عند كل الناس بسبب قصة ضعف المناعة، هل ده المفروض يبقى موجود ولا الناس المفروض تقلق بسبب قوة جهاز المناعة زي ما المفروض تقلق بسبب ضعف جهاز المناعة؟ لأن بعض الأحيان جهاز المناعة قد يهاجم أجهزة الجسم، قد يؤثر على عمليات زراعة للأعضاء مثلا لا قدر الله، قد يؤثر على الجلد نفسه في أمراض زي الصدفية والنخالة وغيرها وغيرها. ف احنا بنخاف من قوه جهاز المناعه زي ما بنخاف من ضعف جهاز المناعه. فعلا بشكر حضرتك طبعا على السؤال. الحقيقه مهم جدا ان احنا نخلي بالنا من موضوع نقص المناعه، ومين اللي يبحث على نقص المناعه، ومين اللي ممكن نلاقي عنده مناعه مفرطه وقد تكون هذه المناعه المفرطه هي سبب مشكلته. زي ما قلنا انه في اسباب وراثيه لنقص المناعه، هنا بيبقى في عيوب جينيه بتخلي بعض الاطفال يبقى عندهم أمراض نقص المناعة وبالتالي الالتهابات المتكررة اللي اتكلمنا عنها. لكن بالنسبة للكبار الحقيقة هنا نقص المناعة بيبقى في العادي إن هو أسباب ثانوية، والأسباب الثانوية هي بعض الأمراض مثلا زي أمراض السكر والالتهابات ببعض الفيروسات، وخاصة طبعا فيروس الإيدز والإبشتاين بار فيروس. كمان الناس اللي بتعرض للحروق أو عندها نقص في أمراض نقص البروتينات، اللي عندهم مشاكل في وظائف الكبد أو الكلى بشكل كبير، الإكستريمز أوف إيج يعني الأطفال الصغيرين خالص والكبار السن برضو دول عرضة لأمراض نقص المناعة. كل الحاجات دي الحقيقة من المسببات لمشاكل نقص المناعة. وزي ما قلت إن إحنا عشان نفحص الموضوع ده بنفحص الحواجز بشكل متدرج علشان نتأكد فعلا إذا كان عنده نقص في المناعة ولا لا. على الجانب الآخر الناس اللي بتعاني من فرط النشاط المناعي وبيبدأ يجي لهم أمراض بنسميها أمراض المناعة الذاتية، هنا الجهاز المناعي بيبدأ إن هو يهاجم الخلايا الجسمية بتاعة هذا الشخص، سواء بقى هذه الخلايا موجودة في عضو كامل أو إنها خلايا متناثرة. بنشوف مثلا مرض زي مرض الصدفية أو الروماتويد أو الذئبة الحمراء أو بعض الأمراض المناعية أو المناعة الذاتية اللي ممكن زي ما قلت في البداية إنها تصيب أي عضو من الأعضاء من أول الرأس، يعني الشعر مثلا، أمراض اللي فيها سقوط في الشعر بشكل كبير دي أمراض مناعية، حتى أمراض العيون في أمراض منها أمراض مناعية كتير. بنشوف كمان أمراض بتصيب الجهاز العصبي وهنا دي أمراض مناعية نتيجة فرط نشاط الجهاز المناعي، ممكن إنها بتؤثر على الأوعية الدموية في بعض الأحيان على الكبد والكلى، وفي أمراض برضو نتيجة فرط المناعة اللي بتصيب هذه الأعراض هذه الأعضاء. بنشوف كمان الأمراض بتيجي في الجلد بالذات نتيجة التهابات ونشاط مناعي مفرط، وفي الحالة دي احنا بنعالج الحاجات دي بمثبطات المناعة، يعني حاجات تقلل هذا النشاط المفرط للمناعة. طيب مناعة زايدة أو مناعة قليلة، يعني في الطب الحقول كده مرض وكده مرض. في الطب المتداول، مش هقول عليه الطب الشعبي، اللي هو الطب اللي موجود عندنا في بيوتنا، خد فيتامين سي وزود فيتامين سي، انك تزود معاه الزنك عشان الزنك بيزود معاه فيتامين سي، والكثير من الوصفات اللي دخلت كمان في نطاق الطب، مش الطب الشعبي، اللي هو الطب الموصوف من الاسره المحيطه. تعليق حضرتك. إحنا جسمنا ليه احتياجات محددة من الفيتامينات والمعادن اللي بنسميها essential elements، اللي هي محتاجينها علشان المعادلات الكيميائية بتاعت أجسامنا تتم بشكل كويس، لكن في حدود معينة ومحسوبة على حسب العمر وعلى حسب
الحالة الصحية وعلى حسب هذا الشخص إذا كان رجل أو سيدة، وإذا كانت حامل أو مرضعة، وإذا كان صغير أو كبير، وإذا كان بيعاني من أمراض ولا لا. كل حاجة من اللي سعادتك قلت عليها دي اللي هي مثلا فيتامينز، إحنا لنا احتياجات محددة. المشكلة إنه إذا تجاوزنا هذه الاحتياجات، يعني خدناها بكميات كبيرة زي بعض الناس اللي عمالة بتاخد بكميات كبيرة قوي مجموعات الفيتامينات المركبة أو الأقراص اللي فيها المالتي فيتامينز، المالتي فيتامينز بالظبط بشكل كبير، هنا هنبص نلاقي حاجة من اتنين. إذا كانت الفيتامينات دي الجسم بيقدر يتخلص منها، فالزيادة هيتخلص منه وهيخرج من أجسامنا عن طريق البول مثلا. لكن إذا كانت الجسم مش بيعرف يتخلص منها بسهولة، فبيبدأ يحصل إنها تتخزن في أجسامنا، وإذا تخزنت ممكن إنها تكون سبب لبعض المشاكل والمضاعفات. علشان كده المبالغة في استخدام الاسنشال إليمنتس دي سواء فيتامينات أو معادن ما هوش مفيد. إحنا محتاجين احتياجات محددة. في حالات بقى زي طب لو جت من مسار طبيعي، ايوه فهم. يعني لو جت مسار طبيعي، لو خدت برتقان او خدت ليمون او ما هي ده فيتامين سي، لو انا ده زي ما اخد القرص هو برضو المصادر الطبيعيه هي المصادر اللي الجسم بيستحسنها في الاستخدام، لكن عاده مش بنقدر نوصل الى كميات كافيه في بعض الحالات. إذا حد واخد باله المفروض أنه الفاكهة الكاملة والخضروات من الحاجات اللي نقدر نحصل فيها على الفيتامينات احتياجاتنا اليومية بشكل عادي. لو أنا باكل طبق السلطة العادي أو باكل الخضار الطازة والفاكهة الكاملة، في الحالة دي أنا هحصل على الفيتامينات بتاعتي بشكل كفاية. لكن إذا كان واحد مش بيقدر ياخد ده، فيقدر أنه هو ياخدها عن طريق المكملات الغذائية في بعض الأحيان. بعض الناس مثلا زي الناس اللي بتاخد أنظمة غذائية فيها محددات، يعني بعض الناس مش بتاكل مثلا أي منتجات حيوانية، الناس اللي بنسميهم الفيجي أو الناس النباتيين، في الحالات اللي زي كده لا، ده لازم ياخد مكملات غذائية فيها فيتامينات من النوع اللي موجود في المنتجات الحيوانية إلى جانب الطريقة اللي هو ماشي بيها. في الحالة دي لازم مثلا ياخد فيتامين بي 12 بشكل كافي، لأنه مش موجود إلا في منتجات حيوانية. طب دكتور أنا هاخد من كلام حضرتك، بس معنى كلام حضرتك إن أنا لو عندنا عجز أو نقص لكن في هوس بأخذ الفيتامينات، وأنا مثلا ما باخدش فيتامينز ولا بدي ولادي فيتامينز، وكل الناس تبقى حاسة إن أنا مقصرة في حق نفسي وفي حق ولادي، وإن إحنا لو التحاليل ما فيهاش حاجة فيها نقص، ما الفيتامينات دي ايا كانت بتتاخد صوره طبيعيه او بتتاخد في شكل مكملات، ما هي مواد كيماويه وداخله الجسم، ليه ارهق اجهزه الجسم بانها تتخلص من حاجه؟ حتى لو هتتخلص من الزياده، ما انا ارهقتها بزياده انها تتخلص من الفيتامينز الزياده والاملاح الزياده والكلام ده كله، ما ده ارهاق على اجهزه الجسم. ده صحيح، لكن بعض الاحيان الحقيقه بنبقى محتاج هذه المكملات، زي مثلا السيدات الحوامل. هنا دول محتاجين من الفيتامينات زيادة شوية، فبالتالي إذا ما كانتش بتقدر تاخدها بالشكل الطبيعي يبقى في الحالة دي نقدر ناخدها كمكملات. كمان السيدات اللي بترضع في الحالة دي برضو احتياجاتهم للفيتامينز بتبقى أعلى شوية، لأن هنا هي بتاخد لنفسها وكمان للطفل اللي معاها. بعض الناس كبار السن مش بيبقى يقدر يحصل على احتياجاته بشكل كافي من الفيتامينات من الأكل، لأنه شهيته نفسها يعني فيها مشاكل، وبالتالي هنا نقدر نديله بعض المكملات الغذائية. إنما بعض الناس مش احنا اللي بنديله، حضرتك اللي بتديله. طبعا، يعني انا بتكلم عليا كطبيب بوصف للناس دول الادويه بالشكل ده. لكن بعض الناس الحقيقه عندها تصور ان هو لو خد كم ضخم من المالتي فيتامينز او من المعادن او من الفيتامينات المستورده واللي جايه من بره وحاجات زي كده وبشكل عبوات، بالمناسبه دي مش بتباع في الاجزخانات، دي بتباع اوفر ذا كاونتر حتى في اوروبا وفي امريكا، ما هياش موصوفه يعني مش بتتوصف في الصيدليات، فيها نوع من المبالغات الحقيقه، والفايده اللي بتعود علينا من استخدامها بالشكل المبالغ فيه الحقيقه يعني لا تكاد تكون مهمه. صحيح، الحديث عن المناعه حديث طويل ويطول الشرح فيه، ولكن يعني يمكن ربما حضرتك يعني حطيت فيه الخطوط العريضه اللي تسمح للايه المشاهد انه يستفيد منها. شكرا لك دكتور اشرف عقبه، رئيس اقسام المناعه السابق بكليه الطب جامعه عين شمس. شكرا جزيلا لك يا دكتور، نورتنا يا فندم. ميرسي.
مشاهدينا خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم باقي حلقات. الاتحاد المصري للسلاح اعلن عن القائمه النهائيه للاعبين المقرر ان هم يشاركوا في دوره الالعاب الاولمبيه باريس 2024. البعثه دي هتكون اكبر بعثه في تاريخ الاتحاد في الاولمبيات وهتضم 21 لاعب ولاعبه مصريين. خلينا نعرف تفاصيل اكتر معانا على التليفون الدكتور ايمن غنيم مدير منتخب مصر لرياضه السلاح. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك وكل الساده المشاهدين. اهلا وسهلا. دكتور بداية مبروك، لو جينا اتكلمنا عن تفاصيل البعثة المقرر سفرها من أبطال المنافسين للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 من ناحية الفردي ومن ناحية الفرق. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قبل ما نتكلم على أن دي أكبر بعثة في تاريخ الأولمبياد بالنسبة لمنتخبات السلاح المصرية، حابب أقول أن أول مشاركة مصرية وعربية وأفريقية في الأولمبياد كانت سنة 1912، وكانت المشاركة بلاعب واحد هو أحمد حسين باشا، وكان لاعب سلاح. فأول مشاركة تسجلت في التاريخ للمصريين كانت مشاركة بلاعب سلاح، والنهاردة رقم جديد بيتسجل للسلاح المصري إن أكبر بعثة للمبارزة في السلاح 21 لاعب. ال 21 لاعب دول في خمس أسلحة فرق وسلاح واحد فردي. لو حابين نقول اسمائهم بقى علشان الساده المشاهدين يتابعوهم في الاولمبيك ويشجعوهم، ممكن بقى يعني نقول اسماء فريق فريق. احنا بنتكلم يعني لو يهمنا الاعمار من الابطال هتتراوح من سن كام لكام، ومين ابرز الاسماء اللي هتكون جاهزه ان شاء الله؟ طيب، هو بالنسبه لبطولات السلاح المرحله بتاعه الاولمبيك اللي بيشارك فيه هو مرحله العمومي. العمومي ده احنا المراحل العمريه في السلاح 17 سنه و20 سنه وعمومي يعني فوق 20 سنه. فالغالب هيكون فوق ال 20 سنه، ولكن عندنا بعض النماذج اللي الاتحاد واخد استراتيجيه ان هو يدعم بنماذج او عناصر من تحت 20 وتحت 17 علشان يبقى فيه استمراريه للانجازات. فعندنا مثلا في سلاح السيف اللاعب زياد السيسي عمومي، محمد عامر عمومي، ادهم معتز عمومي، ياسين فوزي تحت 20 سنه، ده السلاح الاولاني. طبعا احنا عندنا ثلاث اسلحه متاهلين في خمس اسلحه، الثلاث اسلحه صبيان وبنات يعني ست اسلحه متاهلين في خمسه فرق ومتاهلين في سلاح واحد فردي، ده السلاح الاولاني. في سلاح السيف بنات ندى حافظ عمومي. بينما بقى في سلاح الشيش رجال علاء ابو القاسم عمومي، محمد حمزه عمومي، محمد عصام عمومي، وعبد الرحمن طلبه بيلعب تحت 17 تحت 20 ده ناشئ. تمام. بالنسبه للاناث في سلاح الشيش يارا الشرقاوي، نهى هاني، الاثنين دول عمومي، وعندنا ملك حمزه تحت 20 سنه وساره حسني تحت 17 سنه. اخر سلاح وهو سلاح سيف المبارزه، محمد السيد ومحمود محسن ومحمد ياسين الثلاثه عمومي، ومحمود السيد تحت 20 سنه. بالنسبه للاناث ناردين إيهاب وشروت جابر وآية شريف التلاتة عمومي، وعندنا لولو سليمان تحت 20 سنة. طيب لما نيجي نتكلم عن جاهزية الأبطال للمنافسة، إزاي إحنا شغالين على أنهم يبقوا مؤهلين وبشكل مكثف في الوقت الحالي عشان إن شاء الله نوصل للبطولة وإحنا مستعدين وحاسين أن إحنا إن شاء الله عندنا جاهزية كاملة؟ طيب دلوقتي إحنا في فترة إعداد، الثلاث منتخبات سافروا من 1/7، منتخب سلاح الشيش سافر المجر، ومن المجر هيطلع على بولندا، ومن بولندا هيطلع على فرنسا للمشاركه الاولمبيه. بينما سلاح السيف موجود دلوقتي في فرنسا، السلاح الثالث هو سيف المبارزه موجود في ايطاليا، وبعدين من ايطاليا على فرنسا. المعسكرات دي معسكرات طويله ومغلقه بيتنافسوا فيها مع لاعبين دوليين ومنتخبات اخرى، بس بشرط الاتحاد كان مراعي خطه ان هو ينافس الفرق اللي مش هنقابلها او نعسكر مع الفرق اللي مش هنقابلها في المنافسات. ده الخط الاول يعني للاعداد. الخط الثاني للاعداد، الاتحاد المصري للسلاح استعان بمجموعه من الخبراء في اخر خمس ست شهور علشان يدعم المدربين المصريين دون اقصاء المدربين المصريين. ففي سلاح السيف مثلا معانا المدرب الفرنسي فينسن ستيت، ده كان لاعب منتخب فرنسا وكان مدرب منتخب فرنسا، وهو دلوقتي معانا مدرب بالاضافه للكابتن جمال.
عندنا في سلاح سيف المبارزة كبير مدربي إيطاليا المدرب ساندرو كومو بالإضافة للدكتور سيد سامي، وفي سلاح الشيش تم الاستعانة بالكابتن تامر طحون، هو مدرب في منتخب أمريكا دلوقتي أو مع منتخب أمريكا، تم الاستعانة به. تامر طحون طبعا اسم شهير في عالم السلاح المصري، كان لاعب مصري شهير مع الكابتن ماهر حمزة. طيب دكتور، يعني لو عايزين نتابع الأبطال دول، هل تم الإعلان عن جداول المنافسات؟ نقدر نقول ان نقدر نتابعهم امتى ولا لسه الكلام ده منزلش رسميا؟ طبعا المنافسات ان شاء الله تبقى من يوم 23 ليوم 4/8، والجداول بالتوقيتات هتبقى موجوده على موقع الاتحاد المصري. الميزه كمان في رياضه السلاح ان رياضه السلاح ليها قناه لايف على قناه الاف اي اي موجودة على اليوتيوب، ممكن نقدر نتابع المباريات لايف من خلال الموبايل، مش لازم نتفرج عليها في قنوات مشفرة أو حاجة، فهنقدر نتابع مباريات المبارزة كلها من خلال قنوات الاتحاد الدولي للسلاح. كل الشكر ليك الدكتور أيمن غنيم مدير منتخب مصر لرياضة السلاح، شكرا جزيلا. خلينا سريعا نروح لأبرز الأخبار الرياضية في موجز لأهم أخبار الرياضة بصحبة زميلتنا دينا شرف، اتفضلي دينا. شكرا ليك مصطفى، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. فريق الزمالك حقق الفوز على فريق الإسماعيلي بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعته امبارح على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة 30 لمسابقة الدوري المصري ممتاز، وبالنتيجة دي بيحتل الزمالك المركز السابع برصيد 41 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الـ 14 برصيد 31 نقطة. عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الإسماعيلي. فريق الجونة تعادل مع سيراميكا سلبيا في مباراة اللي جمعتهم على استاد خالد بشارة ضمن مباريات الجولة 30 للدوري المصري الممتاز، ووصل الجونة للنقطة 32 في المركز 13 بجدول الدوري، بينما ارتفع رصيد سيراميكا للنقطة 41 في المركز 9. مجلس إدارة النادي المصري أعلن تجديد التعاقد مع كريم العراقي نجم خط دفاع الفريق، وده بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارا من بداية الموسم المقبل 2024-2025 وحتى نهاية موسم 2026-2027. النادي الأهلي استأنف تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، وده بعد انتهاء الراحة السلبية اللي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة. وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لشرح بعض النقاط الفنية، وشهد الميران انتظام بيرسيتاو في التدريبات الجماعية تدريجيا عقب انتهاء برنامجه التأهيلي وتعافيه من الإصابة اللي تعرض ليها مع المنتخب. الاتحاد الألماني لكرة القدم ودع نجمه الأسطوري توني كروس بعد اعتزاله اللعب رسميا مع ختام مشوار منتخب الماكينات ببطولة يورو 2024 اللي بتقام حاليا بألمانيا. نادي بايرن ميونخ الألماني أعلن عن تعاقده رسميا مع الفرنسي مايكل أوليس قادما من نادي كريستال بالاس الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وقع اللاعب على عقد يمتد لخمس سنوات حتى 30 يونيو 2029. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هنرجع مرة تانية لمصطفى ومنى علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا، هنكمل كلامنا في الرياضة زي ما انت كنت بتتكلمي. خلينا بقى نتحول للكورة العالمية. أول امبارح اكتمل عقد المنتخبات الأربعة اللي وصلت للمربع الذهبي في بطولة كأس أوروبا اللي بتقام في ألمانيا. البطولة هتشهد مواجهتين من العيار الثقيل في نصف النهائي، الأولى هتجمع بين منتخب فرنسا وإسبانيا، والمباراة الثانية هتجمع انجلترا وهولندا. بتتكلمي يعني على مربع العمالقه في الدوري الاوروبي، الكل بيتابع بطوله دوري المنتخبات الاوروبيه، ولكن
بالتأكيد فيها تفاصيل فيتانة، خلينا نتعرف عليها. وضيفنا النهارده الناقد الرياضي الاستاذ عز كلاوي اللي منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر، هيلقي علينا مزيد من التفاصيل حول هذا الامر. اهلا بحضرتك يا استاذ. صباح الخير عليك وصباح الخير يا مصر. اهلا بحضرتك. في البدايه بطبيعه الحال كان في مواجهات يعني زي ما بيقولوا كده ناريه في بدايه هذه البطوله. كلمنا عن ابرز اللقاءات اللي بدات وشدت يعني انتباه الجماهير من كل انحاء العالم. هو طبيعي ان اللي اطلق عليه نهائي مبكر هو كانت مباراه منتخب المانيا ومنتخب اسبانيا في ربع النهائي. هي كانت مباراه بتحمل ذكريات قديمه، خاصه ان اسبانيا قدرت تاخد اليورو 2008 من المانيا في النهائي، واسبانيا كان ليها تفوق كبير في بطوله اوروبا على منتخب المانيا المستضيف. فاحنا هنا كنا امام مباراه هي نهائي مبكر لصاحب الارض والبلد المستضيف ومنتخب كبير وليه تاريخ كبير، ومنتخب اسبانيا المنتخب الوحيد في اوروبا اللي قدر يفوز بالبطوله مرتين ورا بعض. فكان نهائي الناس كلها مستنياه بفارغ الصبر، يا ترى مين اللي هيقدر يحسم الامور. منتخب اسبانيا بيقدم نسخه رائعه، رغم ان هو ما كانش الاسم المرشح بقوه انه يبقى بينافس ويقدم مباريات مميزه. يكفي ان منتخب اسبانيا هو المنتخب الوحيد اللي قدر يحقق الفوز في 5 مباريات لغايه دلوقتي في دور المجموعات، هو المنتخب الوحيد اللي جاب العلامه الكامله. منتخب بيقدم كرة مميزة، أقوى خط هجوم مسجل 11 هدف، من أقوى خط الدفاع إن هو مستقبل هدفين بس، منتخب قوي جدا. منتخب ألمانيا على في المقابل إن هو برضو كان قبل المباراة دي منتخب قوي جدا، مسجل برضو بالاشتراك مع منتخب أسبانيا 11 هدف كأقوى خط هجوم. فهي كانت مباراة يا ترى مين اللي هيقدر يحسم. ألمانيا للأسف في المواجهة الرابعة أمام أسبانيا في اليورو برضو بيتلقى الهزيمة الثالثة، وهو كسب مباراة واحدة كانت في دور المجموعات، فبرضو تفوق المنتخب الأسباني مازال مستمر في اليورو. شاهدنا المباراة كانت على مستوى فني كبير جدا بين المنتخبين، ولكن قدر يحسمها منتخب أسبانيا. كمان من المباريات اللي منتظرينها بقى بشغف وبقوة جدا، وهو نهائي مبكر ونهائي آخر، هو طبعا أكيد هتبقى مباراة منتخب أسبانيا ومنتخب فرنسا، اللي بالمناسبة المشوار بتاع منتخب أسبانيا مشوار قوي جدا ومواجهات قوية جدا جدا، على العكس تماما الناحية التانية بالنسبة لمنتخب إنجلترا ومنتخب هولندا كان مشوارهم أقل بكتير. يمكن كمان العقبة الوحيدة اللي كانت هتواجه أي من المنتخبين كان هيبقى منتخب إيطاليا اللي ودع أمام منتخب سويسرا بهدفين. شفنا من المباريات القويه جدا في ربع النهائي منتخب انجلترا وسويسرا، المنتخب السويسري اللي بيقدم نسخه مميزه جدا على غير التوقعات. منتخب كان قادر انه يجي في المركز الثاني مع بعد المانيا في دور المجموعات، والمنتخب يتعادل مع منتخب المانيا، كمان قدر في ثمن النهائي انه يكسب منتخب على الماتش. برغم الاداء القوي لمنتخب انجلترا من بدايه البطوله لغايه دلوقتي، لكن كان اعتقد ان منتخب سويسرا كان قادر ان هو يحسم الموضوع قبل ما يوصلوا لضربات الترجيح. بالظبط هو اللي ضايع. بالظبط انا عايز اقول لك ان هم يعني مشواره بالبطوله كمان مشوار قوي جدا. انت بتتعادل مع المانيا في دور المجموعات، تيجي في ثمن النهائي بتكسب ايطاليا و2-0، مش بتكسب اللي هو مكسب اخطف واجري بهدف وخلاص، لا طبعا، باداء كبير جدا ومشرف وتقدر تسجل هدفين. الى ان بتواجه انجلترا، عايز اقول لك ان قبل ما نخش على انجلترا ان سويسرا قدرت تفوز على ايطاليا لأول مرة من 93، كان في تصفيات كأس العالم المؤهلة لكأس العالم. فاحنا بنتكلم في ان نسخة كانت قوية جدا للمنتخب السويسري في مواجهته مع منتخب انجلترا. انت كنت متقدم 1-0 وكنت قادر ان انت تحافظ على 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 التقدم بتاعك، ولكن يمكن نقول قلة خبرة بعض اللعيبة والتسرع بعض اللعيبة هو اللي خلى منتخب انجلترا يرجع، وبعد كده ضربات الجزاء تحسم الامر. في بين قوسين بيكفورد، لان احنا عايزين نشير، لو الصوره جاهزه معانا يا ريت نستعرضها، حاجه كده لطيفه جدا شفناها قبل كده في مصر عن طريق ابو جبل، ان بيكفورد كان ماسك ازازه ميه فيها كل لاعب في منتخب طريقه بالظبط، ده بيجي من اليمين وده بيجي من الشمال. لا ده انا عايز اقول لك الموضوع اكبر كمان من فكره انه كل واحد بيترمي فين، لا ده لو في لعيب بيعمل فنت وهو رايح يسجل ضربه الجزاء مكتوب ان اللعيب ده بيعمل فنت، لو في لعيب بيعمل جامب صغير لا مكتوب ان اللعيب ده كمان بيعمل جامب. بس اعتقد ان دي ما كانتش يعني حاجه من الحاجات اللي بيبقى قلقان منها
اي حارس مرمى قدام منتخب انجلترا في اي نهائي، لان هو عارف ان وانس ان هم وصلوا لمرحله ضربات الجزاء خلاص هم مطمنين، لان منتخب انجلترا بقى له 28 سنه ما توفقش في ضربات الجزاء وما بيكسبش بضربات الجزاء، وكان اللعنه فجاه اتفكت اول ما حصل بالظبط. عايز اقول لك ان يعني سويسرا خرج من البطوله وودع، ولكن هو ما خسرش ولا مباراه. يعني حتى خروجه كان بالتعادل، هو النتيجه الرسميه بتاعت ال 120 دقيقه في المباراه هو تعادل. ركلات الترجيح هي اللي حسمتها بتصدي بيكفورد الاول ركله جزاء اللي هي اكانجي، ودي الزاويه اللي كانت مكتوبه له في الازازه. لو نقدر نستعرض الصوره، انا ما اعرفش استعرضناها ولا لا. حالا حقيقي تمام براحتنا. فهو مكتوب حتى ان 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 اكانجي بيشوط في شمال الحارس او يمين الجون، ونفس الكلام فعلا بيكفورد ازازه الميه بالظبط كده، ومكتوب تفاصيل دقيقه جدا لفكره ان لعيب بيعمل فنت وهو داخل يسدد، لعيب بيعمل جامب وهو داخل يسدد، وهي دي ركله الجزاء اللي قدرت ترجح كفه انجلترا بالتصدي بيكفورد لضرب الجزاء اكانجي، ويحسم تواجد منتخب انجلترا في نص النهائي. خليني اقول لك ان اليورو بشكل عام هو نسخة الحالية نقدر نقول عليها هي نسخة قوية، وفي نفس الوقت يعني هي أدوار، دور تلاقيه عالي جدا تهديفيا ودور تلاقيه ضعيف جدا تهديفيا. يعني عايز أقول لك إن اليورو في دور الثمانية الموسم النسخة الحالية هو دخل 8 أهداف بس. عايز أقول لك من بداية الألفية في 2000 هو ما حصلش الموضوع ده خالص، دي اقل نسخه تهديفيه في دور الثمانيه باستثناء يورو 2004. خلينا نشوف الاحصائيات يمكن فيها لغه الارقام بتوضح اكتر بالظبط. نستعرض ارقام اليورو بشكل عام. فعلا البطوله دي الاكثر مشاهده او الناس كلها متابعاها بشكل حتى على السوشيال ميديا. عندنا ارقام من يورو 2024 زي ما احنا شايفين اهو. احنا لغايه دلوقتي اتلعب 48 مباراه. خلينا اقول لك انه دخل 108 هدف. هو 108 هدف ده زي ما قلت لك هو لغايه 100 هدف قبل دور الربع النهائي كان معدل كبير جدا، ولكن مع دور الربع النهائي دخل 8 اهداف بس، وهنتكلم عنها بالتفاصيل. فكره ان يورو 2004 بس هو بالاشتراك مع يورو 24 اقل نسخه تهديفيه في دور الثمانيه ب 8 اهداف. 215 كارت اصفر وده معدل كبير شويه. خمس كروت حمراء. نفس الكلام عايز اقول لك ده بيزيدوا لما بتحصل المنافسه تزيد طبيعي، وخلاص احنا دخلنا على الامطار الاخيره فالمنافسه اكبر واكبر يعني. أيوة. الهداف كودي خاجبو 3 اهداف، وعايز اقول لك هو اللعيب الوحيد اللي مستمر لغايه دلوقتي في اليورو. كل اللعيبه المتساويه معاه بالاهداف خلاص ودعت. أيوة. الاكثر صناعه للاهداف لامين يامال اسبانيا، وتشافي سيمونز منتخب هولندا 3 صناعه، والاثنين موجودين معانا في نصف النهائي. أيوة. شباك نظيفه اوناي سيمون حارس مرمى منتخب اسبانيا، وجوردن بيكفورد كل واحد مباراتين، ولكن سيمون عايز اقول لك ان هو جلس على مقاعد البدلاء في المباراه الثالثه في دور المجموعات بعد ما منتخب اسبانيا حسم تاهله، فلو كان شارك في المباراه دي كان هيبقى هو الاكثر شباك نظيفه بثلاث مباريات. كمان اقوى خط هجوم منتخب اسبانيا ومنتخب المانيا 11 هدف، ولسه كنا بنتكلم على الموضوع ده بالتفصيل، ولكن منتخب اسبانيا مستمر ومكمل معانا في البطوله وقدر كمان يقصي منتخب المانيا بهدفين. اقوى خط دفاع منتخب فرنسا استقبل هدف واحد، وعايز اقول لك الثاني اقوى خط دفاع هو منتخب اسبانيا دخل فيه هدفين بس. هي احصائيات بتبين لنا مدى المنافسه المستمره في البطوله، ورغم كده الكوره ملهاش كبير احنا شفنا نتائج مفاجاه، شفنا النمسا بتكسب هولندا 3-2، شفنا زي ما قلت لك سويسرا بتقصي ايطاليا من البطوله الاول فوز من 93. عايز اقول لك بس مقارنه بيورو 2004 ويورو 24 ان احنا زي ما بنقول ان دي دور الثمانيه ده كان الاقل تهديفيا في النسختين، ولكن في يورو 2004 احنا شفنا بطل جديد لاول مره لليورو هو منتخب اليونان. يمكن نشوف بطل جديد ليورو 24 وهو انجلترا، ودي المفاجاه اللي الناس بتستغرب، معقوله منتخب انجلترا ما خدش اليورو قبل كده؟ اصل كره القدم في العالم ما كانش ليهم تواجد. لا، هم ما وصلوش النهائي غير مره واحده النسخه اللي فاتت، وخسروا امام ايطاليا بهدف اسف بركلات الترجيح، وقدر منتخب ايطاليا يحسم ويفوز باللقب. احنا معانا ارقام ومعانا احصاءات كمان عن منتخب انجلترا، ممكن بالزبط. نبتدي نعرض منتخب انجلترا اللي هو عليه علامات استفهام كتير قوي. احنا بنتكلم اقوى منتخبين من قبل ما اليورو يبدا ومرشحين بقوه كعناصر وكسكواد هنا وهنا كان منتخب انجلترا ومنتخب فرنسا. لما نكتشف ان المنتخبين دول يمكن من اضعف خطوط الهجوم، طب ازاي؟ ساوث جيت عليه هجوم كبير جدا، المدير الفني لمنتخب انجلترا عليه هجوم كبير جدا. هو ايه اللي بيحصل؟ ازاي انت بالاسماء دي كلها ولغايه دلوقتي انت كل ماتش 1-0، 1-1 ضربات جزاء، 2-1 صدفه بدافع بس هو اشتغل على نقطه كانت فاصله
ومشكله بالنسبه للمنتخب اللي هي اللعب على ركلات الترجيح. هو اشتغل عليها فتره طويله جدا وهي دي اللي حسمت له المباراه. ده حقيقي، ولكن سكواد منتخب انجلترا في حد ذاته انت ما ينفعش توصل لركلات الترجيح. منتخب انجلترا لعب دور ثمن النهائي ودور ربع النهائي، الماتشين وصل وقت اضافي اكسترا تايم، وماتش منهم راح لركلات الترجيح. خليني اقول لك خط هجوم منتخب انجلترا هم الرباعي المميز هاري كين، جود بلينجهام، ساكا، احنا بنتكلم عن فيل فودن. خليني اقول لك الاربع ارقام بتوع اللعيبه دول مع انديتهم. هاري كين مع بايرن ميونخ جاب 44 هدف، صنع 12 هدف في 45 مباراه، ده من هدافين العالم هاري كين. كمان نفس الكلام لو غيرنا هاري كين هنلاقي جود بلينجهام جاب 23 هدف، صنع 13 هدف في 42 مباراة مع ريال مدريد. وطبعا كله عارف قد ايه اثر كتير جدا وجود بلينجهام مع ريال مدريد والتتويج باليورو والتتويج بالدوري والكلام ده كله. اللي بعده على طول فيل فودن 27 هدف مع السيتي، 12 صناعة، 53 مباراة. واخيرا لو هنتكلم على ساكا 20 هدف و14 صناعة و47 في 47 مباراة، مجموعهم 165 مساهمة لاربع لعيبة مع انديتهم الموسم الحالي اللي خلص على طول. أي. فانا ما بتكلم على عندي اربع لعيبه مساهمين في 165 هدف وانا لغايه دلوقتي في خمس ماتشات مسجل خمس اهداف بس، يبقى انا عندي مشكله كمدير فني. أي. ان انا بلينجهام مسجل هدفين، هاري كين مسجل هدفين، وساكا الماتش الاخير هو سجل هدف التعادل في الاخر. فانا عندي قوه ضربه اربع لعيبه فقط مسجلين 165 في مشوار 165 هدف في مشوارهم في الدوريات بتاعتهم، ولكن اكتشف ان انتاجهم التهديفي ضعيف جدا جدا. طب انت شايف ماتشهم مع هولندا هيبقى عامل ازاي؟ هو يعني هو ساوث جيت فيه هجوم عليه فنيا، لان الاسماء دي لازم تكون بتقدم احسن من كده بكتير، ولكن انا شايف ان هو يعني نوعا ما فهم اللعبه. انا مش محتاج اكسب خمسة وستة، انا محتاج اكسب واحد واتاهل، وده اللي بيحصل. اهم حاجه انا ما استقبلش اهداف وانا اسجل. في المقابل منتخب هولندا، منتخب هولندا لا بيقدم اداء نوعا ما مرضي. عايز اقول لك هو يمكن الخط الدفاع بتاعه هو بس اللي بيعاني شويه. دخل فيه في دور المجموعات اربع اهداف، خسر زي ما قلت لك لما خسر في مباراه النمسا 3، يمكن في بعض شويه مشاكل. هي مباراه الفرقتين مرتاحين باستثناء انجلترا انه صعب على نفسه الامور في المباراتين اللي فاتت، سواء في دور ثمن النهائي وربع النهائي، انه وصل بيهم لوقت اضافي والمباراه اللي فاتت وصل ضربات جزاء، فصعب على نفس الامور بدنيا شويه. ولكن بسكواد منتخب انجلترا لا، هو يقدر يلعب مش 120 دقيقه، بيلعب ماتشين ثلاثه كمان بقوه الاسماء اللي عنده. هنشوف مباراه متوازنه يعني. وبالنسبه برضو للمباراه الثانيه، بس خلينا في المباراه دي الاول، هنشوف مباراه متوازنه. تمنياتي منتخب هولندا اللي يصعد، لان انجلترا ما قدمش اللي يستحق عليه الصعود، ولكن توقعاتي هو منتخب انجلترا في النهائي. ده بالنسبه للمواجهه الاولى في الطرف الاول. تعال نروح لفرنسا واسبانيا. ديشان عليه هجوم، وهو اللي عليه هجوم طالع يدافع عن امبابي اللي عليه هجوم اكبر واكبر. فجاه الناس كلها بتهاجم منتخب فرنسا وبتهاجم كمان امبابي. بصي طبيعي، انا لسه كنت بقول لك ان فكره ان انا اقوى تشكيلتين عندي كانت انجلترا وفرنسا، فطبيعي لما اكتشف ان من اقوى التشكيلات ومرشح بقوه جدا لليورو مسجل ثلاث اهداف بس في مشواره لغايه دلوقتي، منتخب فرنسا جاب ثلاث اهداف فقط في اليورو لغايه دلوقتي، فدي مشكله. ازاي وانا عندي كل الاسماء دي؟ امبابي طبيعي الاصابه بتاعته في اول مباراه والكسر اللي في الانف ده اثر عليه كتير جدا، خاصه انه لغايه دلوقتي بيلعب بالماسك ومش احسن اداء. شفناه خرج بشكله بدنيا مش جاهز مع موضوع الماسك، اكيد تعبه وعمل له اجهاد كبير جدا في الملعب. طب. خرج وغادر ما كملش في مباراه اسبانيا، اسف في المباراه اللي فاتت. فاحنا بنتكلم عن ان طبيعي ان يبقى فيه هجوم، طبيعي ان يبقى فيه بعض علامات الاستفهام على اللي بيقدمه منتخب فرنسا. دي طريقه ديشام طول عمره على فكره مع منتخب فرنسا، خد قبل كده كاس العالم 2018 وكان الناس برضو معترضه على انت ليه مش جريء بالاسماء اللي معاك، ليه مش ما بتفتحش خطوطك وبتهاجم بشكل اكبر من كده، ليه دايما في خوف وفي تراجع. ولكن المباريات الكبيره او البطولات الكبيره هي تكسب ولا تلعب. انا اهم حاجه ان انا عندي اكسب واحقق نتيجه المكسب، وان انا اتوج بكاس العالم
وبرضه النسخة اللي فاتت في كأس العالم منتخب فرنسا وصل للنهائي رغم ان هو ما كانش افضل اداء لي ولكن وصل للنهائي وشفنا مباراة نهائية تاريخية هتفضل مخلدة في التاريخ بين منتخب الأرجنتين ومنتخب فرنسا 3-3 وتتويج ميسي أخيرا بكأس العالم. نفس الكلام في منتخب أسبانيا وفرنسا في المباراة دي. تمنياتي أن منتخب أسبانيا هو اللي يتأهل صحيح عشان هو الأحق. ولكن في دقيقة واحدة بس يعني قبل ما نختم بطولة كوبا أمريكا وخروج البرازيل من البطولة شايف ايه وحظوظ الارجنتين شايفها عامله ازاي؟ هو خلاص انا شايف ان الطريق بقى اسهل كتير للارجنتين. البرازيل خلاص السامبا ما بقتش تجيب في الكوره, الموضوع انتهى. حتى الاداء مش ما كانش افضل اداء, خروج مهين لمنتخب البرازيل. انت بتتكلم في دور ربع النهائي بتخرج من البطوله اللي هو المفروض متسيدها ثلاث منتخبات اوروغواي والارجنتين والبرازيل, فانت بتودع في ربع النهائي. منتخب الأرجنتين عنده مواجهة قوية جدا مع كندا في السيمي فاينل, هي مواجهة معادة لأن حصل بينهم في دور المجموعات مباراة قدر الأرجنتين تكسب 2-0. مش هتبقى بسهولة مباراة دور المجموعات أكيد, ولكن الأرجنتين بنسبة كبيرة هيبقى في النهائي. وأوروغواي في المقابل الناحية الثانية وكولومبيا مباراة قوية جدا جدا, ولكن على ما اعتقد كولومبيا هو اللي هيبقى في النهائي وهنشوف نهائي قوي, وعلى ما اعتقد ميسي هيكون بطل كوبا. خلينا نشوف. شكرا لك الناقد الرياضي عز كلاوي, نورتنا وشرفتنا. يمكن اتكلمنا عن ملامح البطولة الأوروبية وأيضا ملامح بطولة دوري كوبا أمريكا. شكرا جزيلا لحضرتك. ربنا خليك. أنا اتبسطت كتير أن أنا كنت معك. شكرا. سعدنا بوجودك. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نسيبكم مع موجز لأهم الأنباء مع دينا. تفضل يا دينا. شكرا لك منا. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة, السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري, أهلا بكم. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بالرئيس سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا, توجه خلاله بالتهنئة للرئيس الجنوب إفريقي بمناسبة فوزه في الانتخابات وتوليه فترة رئاسية جديدة. وأكد الرئيس السيسي استمرار التعاون بين البلدين في الفترة المقبلة, وهو ما ثمنه الرئيس رامافوزا. كما أكد الرئيسان استمرار التشاور بين الدولتين والقيادتين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك, ولا سيما القضية الفلسطينية والتطورات الجارية في قطاع غزة. يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عامة, حيث من المقرر أن يستعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بيانا عن برنامج الحكومة الجديدة. هذا وقد أعلن مصدر حكومي أن مدبولي سيلقي بيان الحكومة ويسلم رئيس مجلس النواب برنامج عملها, لافتا إلى أن مجلس النواب سيدرس البرنامج خلال 10 أيام وفقا للدستور لمنح الثقة للحكومة الجديدة. شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الأحزمة النارية العنيفة شرق وغرب ووسط مدينة غزة. وأوضحت مصادر فلسطينية استشهاد عدد من الفلسطينيين بعدما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في جبلية شمال قطاع غزة, إضافة إلى عدد من المفقودين تحت الأنقاض. كما استشهدت سيدة وأصيب 3 من أبنائها إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزل في منطقة مصبح شمال مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة. كما قصفت مدفعية الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير طائرتين مسيرتين تابعتين لقوات الحوثي في اليمن, في حين دمرت قوات شريكة لها مسيرتين آخرين فوق خليج عدن. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن تلك الأهداف مثلت تهديدا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة, مشددة على عملها على حماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمنا وأمانا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية.
قصفت طائرات مسيرة أوكرانية مستودع ذخيرة داخل روسيا، ورجحت مصادر أوكرانية بأن القصف استهدف منشأة تخزين الذخيرة التي تبلغ مساحتها 9000 متر مربع، تقع في منطقة فورونيج الروسية المتاخمة لجزء من شمال شرق أوكرانيا. أظهرت نتائج التصويت في الانتخابات التشريعية في فرنسا تصدر تحالف اليسار في الجولة الثانية واحتلال معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون المرتبة الثانية متقدما على اليمين، وحلت الجبهة الشعبية الجديدة في المرتبة الأولى مع توقع نيلها 172 إلى 215 مقعدا، بينما حصل معسكر ماكرون على 150 إلى 180 مقعدا، لكن دون أن تحصل أي كتلة على غالبية مطلقة في الجمعيات الوطنية. ختام موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. مرحبا بحضراتكم من جديد، والحديث يمكن في الساعة الأخيرة دايما بيبقى يعني بيحب الحديث عن الأسرة المصرية وتقاليدها وعاداتها اللي احنا في الحقيقة بنفتقدها يوم بعد الآخر. من الطبيعي ان الأطفال في سن مبكر جدا بيحبوا يتفرجوا على أفلام الكرتون، وأجيالنا يمكن عملت ده، ومن الطبيعي أيضا ان هم يستخدموا التكنولوجيا بكل يعني مساوئاتها ومميزاتها. الحاجات دي في الأغلب هتسيب سبب أو هتؤدي أن هي تكون سبب رئيسي في إصابة أطفالنا بالانطواء من خلال تركيزهم سواء في الألعاب أو في الأفلام الكرتونية. إزاي نعرف أن الطفل عنده حالة انطواء، وإيه اللي ممكن نقدر نساعده بيه وإحنا موجودين في البيت؟ دي أسئلة ممكن نسألها النهاردة ونعرف إجابتها كمان من الدكتورة نهى الخولي الاستشاري النفسي اللي منورانا في الاستوديو. يا دكتورة أهلا وسهلا بيك. صباح الخير. أهلا بحضرتك. صباح الخير. أنا اتفرجت على كرتون وأنا صغيرة وما عنديش انطواء. عشان محتوى الكرتون كان إيه؟ فأنا يوم ما أخلي ولادي يتفرجوا على كرتون أنا لازم أشوفه أنا الأول، أشوف هو بيقول بيحكي حدوتة إيه، بيوصل رسالة إيه، بيعلم ولادي إيه. أنا هبقى مبسوطة إن ابني يبقى هادي وقاعد ساكت ما عمليش دوشة في البيت وأنا بخلص حاجة فأقعد ساكت يا ابني. طب قبل ما أقعد ساكت يا ابني أنا بفرجه على حاجة هيحبها بعدين أو هيبقى مبسوط بيها. طيب المحتوى اللي هو بيتفرج عليه إيه، القصة اللي بتتحكي له إيه، الأشخاص بيمثلوا إيه، السوبر هيرو اللي هيبقى بالنسبة له ده هو ده الرول موديل او اللي هو الايكون او اللي هو اللي هيمشي عليه، بيقول ايه. قبل ما ادي لابني حاجه يتفرج عليها لازم اشوفها الاول، ما انا اللي حاسس ايه ابني ده حلو تتفرج عليه من غير ما اقول له الكرتون ده امور تعالى اتفرج عليه، هو يعرف ما يعرفش، انا اللي بوجه، فانا لازم انا اشوف انا بقى. انا اول ما اقول على الكرتون ده حلو، اول كرتون هيتعمل له بلوك هو الكرتون اللي انا بقول عليه ده حلو قوي. ده قصه بقى، ده احنا في ليفل اعلى كده، ده هو هو انت انا هي بتقول حاجه انا ضدها، طب تعالى حبيبي طب قول لي ضد ليه. لغه الحوار، احنا انا بناشد الاباء والامهات استقطعوا وقت من حياتكم نبقى فيه لغه حوار من غير تسلط، من غير اثبات انا صح وانت ما بتفهمش، لا لغه حوار بمعنى انا عايز اسمع رايك فهمني. انا دايما بقول لاولادي يا تقنعني يقنعك، انا اتربيت كده يا تقنعيني يقنعك، ولما اقنعك بناء على 1 2 3 4، ما هنا دي طريقه الحوار ازاي، هل هي سياسه اجبار انا شايفه كده انا صح انت ما بتفهمش، طب اوكي اي حاجه انت هتقولي عليها من سياسه ان انا عايزه ابين ان هي شخصيه، لا مش هتفرج مش هشوف، مش انت مبسوطه بيه بس انت بيه، مش ده اللي بيحصل. بس انا شايف معلش دكتوره الافلام الكرتون في النهايه هي نوع من انواع الدراما، يعني انا شايف ان لو انا اتحطيت في يعني في خيار ما بين ان انا افرج اولادي افلام كرتون احكي لهم حكايه عن طريق او ابث جواهم قيم عن طريق افلام الكرتون، وان انا اديهم
التيك توك والشورتس وام خالد ومساجده والحاجات اللي موجوده دلوقتي والمهرجانات، والطفل بيتشبع بالحاجات دي بسرعه جدا، فالخيار الافضل هو افلام الكرتون. تعليق حضرتك. هو انا ليه احط خيار بين ان انا افلام كرتون او تيك توك؟ طب انا ليه احطه في بوكس؟ طب ما في خيار تاني اللي هو تعالى نلعب رياضه، تعالى حبيبي هننزل نتعلم رياضه حلوه، هتخلي جسمك حلو، هتخلي نفسيتك اعلى. ليه اخير بين حاجتين؟ هو مش احسن حاجه. الاحسن ان انا اطلع ابني من البوكس اللي هو المربع ده، ايا كان البوكس بقى، سواء سوشيال ميديا، بلاي ستيشن، يا كرتون. لا، تعالى الحياه مش في البوكس دي، الحياه بره البوكس. انت لما تطلع وتخلص حياتك، تخلص مدرستك وحياتك، انت هتطلع بمهارات اتعلمتها في حياتك، اللي هي المجتمع، اللي هي الرياضه، اللي هي تعالى نشوف انت بتحب ايه، وخلي ابني يجرب كل انواع الرياضه، مش هجبره على نوع معين. جرب ده عجبك، جرب ده عجبك، ده اكتر ولا ده اكتر. سياسه الاختيار واعطاء اللي قدامي زي ما بيقولوا حريه الاختيار، فلما يجي يختار فهو مقتنع بهذا. مش هخيره من موبايل تتفرج على كرتون ولا تتفرج على تيك توك. طب ما هو هيتفرج على الحاجه اللي هو بيحس ان هي اتس فاني وبتضحك وبتاع، فهيدور على حاجه للاسف المحتوى بتاعها مش قد المستوى اللي احنا عايزينه نعلمه لعيالنا. فبالتالي انا برضو اللي موديها في داهيه. طيب لا لا، مش المربع ده حياتك، حياتك تعاملاتك مع الاخرين. فبالتالي انا اشده. الولاد بقى بيعملوا ايه؟ انا خلاص علامة الافتراضي ان انا ماسك التليفون بتفرج عليه، والكرتون ده بيقول كذا وبيعمل كذا. تلاقي بقى لما تيجي تتكلم معاه او تطلب منه حاجه بيتقمص الشخصيه اللي اتفرج عليها سواء في تيك توك او في كرتون. طب انا عايزه ده؟ لا، انا مش عايزه ده، انا عايزه ابني يبقى سوي، انا عايزه ابني يعرف يتعامل مع المجتمع بكل طبقاته. طيب احسن حاجه للولاد، بنات وولاد، الرياضه. فبالتالي انا بخرجه من البوكس المربع، بعرفه كوميونيكيشن سكيلز، مهارات التواصل الاجتماعي، مهارات التعامل مع الاخرين. أي. فلما يجي مثلا يجي يقول لك منطوي، حصل كذا كذا كذا، فانا الناس اتريقت عليا، الناس تنمرت عليا، فيجي لي يخش لي في حاله انطواء برضه. طيب تعالى حبيبي، هل انت فيك الكلام ده؟ اللي بيتكلم ده اللي بيأذي حد هو انسان مريض، فما تاخدش كلام الناس مسلم بيه. فمن طريقه احتكاكه مع الاخر انا ببني مهارات، مش ان هو يقعد يتفرج على التلفزيون او يتفرج على كرتون. ويوم الكرتون ما هتفرجه عليه، هتفرج عليه تاني، هتفرج عليه انا الاول. تيك توك، طب انت بتتفرج على تيك توك ايه؟ طب هو بيقول ايه؟ لما يلاقيه مبسوط قوي بشخصيه معينه، طب تعالى حبيبي قول لي، مش ههاجم، هسمعك، هسمع وهسمع عشان افهم، مش هسمع عشان اهاجم. يعني في واحد، في امهات وابهات، طب انت بتحب في ايه؟ ده ابني 60 في، وتلاقي بقى سلسال من الشتائم اللي هي، فالولد ما يعرفش يعبر عن رايه، ما يعرفش يقول لك انا بحب ده او ما بحبش ده، فاروح ايه؟ كاش متقوقع، متقوقع، مش هقول لها حاجه، ما هو مش هقول له حاجه، مش عايزه اقول له حاجه، هو دايما بيزعقني، هي دايما بتزعلي، هي دايما بتنتقدني. فبالتالي لغه الحوار راحت، انا هسمع عشان افهم ايه اللي عجبك في ده. طب ايه اللي ممكن يعجبه في فيديو بلا اي مضمون، بلا اي حاجه، غير ان هو بيقدم ستوري او بيقدم قصه؟ مجرد القصه دي كانت بقى واقعيه او غير واقعيه، شبهنا او مش شبهنا، شبه البيت ولا مش شبه البيت، هو عايز ايه؟ ضيع الوقت وخلاص؟ حلو. عايز يحس بال، طيب هو انا حلو قوي، انا هضيع وقتي. طب انا عايزه اضيع كلمه، اضيع وقتي، يبقى انا بدي لابني، خلي بال في نقطه برضو احنا مش واخدين بالنا منها، الكلمات اللي احنا بنقولها للولاد، ضياع الوقت، يبقى معنى كده ان الوقت ملوش قيمه. لا، تعالى هقول لك حبيبي، نستفيد من الوقت، هنطلع بيها بفايده ازاي؟ يعني انت عاداتك دي، ها، يعني مثلا بلاي ستيشن، ولادي مش بعيد بلاي ستيشن. طب يا حبايبي خير، بعد ما لعبنا بلاي ستيشن طلعنا بايه ابن ده؟ طلعنا ان عندنا صداع، طلعنا ان احنا عينينا وجعانا، طلعنا اخذنا سكيلز ومهارات من اللعيبه اللي بتلعب مش عارفه ايه، اوكي، بس انت اوريدي بتلعب في النادي او بتلعب السبور، الرياضه المعينه، بتاخد منها تاكسي. هل المهارات اللي انت هتطلع منها من اللعبه دي
قد ايه هتفيدك في الواقع. فكان كانت النتيجه الشعور بالاكتفاء والشعور بالفرحه والشعور بتحقيق الذات بيجي اسرع بكتير من خلال الشاشه، اسرع بكتير من الوقت. عشان انا عودته على ده تاني، انا اللي عودت، انا اللي زرعت يا جماعه. هو ما هو الا سفنجه بيمتص الكلام اللي انا بديهوله، بيستمتع ان هو بيحقق ذاته. طب هو ده تحقيق ذات فعلا؟ حلو، انا جبت سكور مش عارفه ايه كذا كذا كذا، برافو حبيبي، اول كلمه برافو يا حبيبي. طب وبعدين؟ طب احنا ايه بقى؟ طب عملت ايه في التمرين بتاع النهارده؟ عملت ايه سكيلز؟ فيبتدي انا اي شيفت تفكيره ان ده الواقع اللي انت بتلمسه، مش انت بتشوفه بعينك بس، واقع بتعيشه مش بتتفرج عليه من ورا شاشه. طب لما ابتديت اعمل كده انا حطيت جون جامد جدا، حتى الكابتن قال لي عليه برا، لان انا ابتديت اقول له ايه، طب وانت حسيت بايه بقى لما انت عملت كده؟ هنا ربطت الواقع او الممارسه بالشعور، حس ان هو بيحقق حاجه فعلا على ارض الواقع، مش ان انا بلعب. طب وبعدين ما خلصت قفلت التلفزيون، ها جبت سكور كام كذا، طب وبعدين؟ هي تالنت واحده بتستفيد بس. فهو يبص لك كده اللي هو ايه حضرتك بتقولي ايه؟ قلت له طيب احنا خدنا سكور، طلعت انت اول واحد، برافو حبيبي، طب وبعدين؟ فكلمه طب وبعدين كده انا بهدله التابو بتاعه بالظبط. وضو انا السبب في ده، يعني انا اللي خليته يدايركت ان هو يقعد يلعب وهاف فن وانجوي يور تايم والكلام اللطيف اللي احنا بنعمله ده. فانا زي ما بزرع زي ما بحصد. طب دكتوره نوع، حضرتك بتمتهني مهنه الاستشاري النفسي. تمام. ما هي الابحاث او الاوراق اللي اتكلمت عن علاقه ده بالانطواء او التوحد؟ كويس. اول ورقه اللي هو الاحساس بالثقه بالنفس. الثقه بالنفس لما انت تيجي تهد ابنك ان هو مثلا عملت حطيت ده على ده وانت هدمت اللي هو جاي مبسوط بيه، فهيكش فيروح يقفل على نفسه لما يحس ان هو بيقيم وبيهاجم. الابحاث كلها بتقول كلمه واحده، لغه الحوار مع الطفل يجب ان تكون تشجيعيه، احتواء، تفهم. فبالتالي انا اللي مطلوب مني ايه؟ المطلوب مني ان انا صح احنا فينا اخطاء كاهالي ان احنا اتعلمنا او اسلوب الهجوم هو افضل وسيله ان انا تحقيق الهدف اللي ابني، عشان اساسه احساسه ان هو ملكي فهو يعمل اللي هو انا عايزاه وهو مش مهم انت تمشي زي ما انا عايزه. لا هو مش ملكك، هو مش هو جاي الدنيا ثرو يو، خلالك، عشان تعلمه مهارات يعرف يعيش بيها قدام بالظبط، مش عشان اقمعه واحركه بمزاجي وبطريقتي. طب ما هو بني ادم ليه متطلبات، احترم متطلباته، احترمها واتعامل معاها كويس ومش اسفه منها. طب الطب النفسي قال ايه في القصه فيما يتعلق بالانطواء؟ الانطواء عشان اتعامل معاه لازم اقعد مع ابني افهم انت مبسوط ليه وانت قاعد كده، برضه لغه الحوار. هيقول لي مثلا ان انا بتعامل مع فلان او فلان او فلان فانا بيتريقوا عليا. يبقى عرفت السبب، احد الاسباب الانطواء. النقطه الثانيه انا مش واثق من نفسي. طب ليه مش واثق من نفسك؟ عشان واحد اتنين تلاته. فيبتدي يديني اسباب انت مبسوط ليه كده؟ ما انا مش هقول له انت ليه منطوي، مش هقولها اصلا. طب انت قاعد كده، انت ايه اللي باسطك في القعده دي؟ فاعرف اللي هو باسطه وافنده له واقول له ده مش الدنيا في حاجات احلى، طب ما تجرب. هيقول لي لا 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 انا مش عايز اجرب. لا جرب، ما انت هتعرف الحاجه ازاي اذا ما جربتهاش؟ هيقتنع؟ هيجرب؟ هيجرب.
لانه هيحس منك انك انت مش بتزقي باجبار. لا انت الخيار مفتوح حبيبي. امتى هتوصلي لمرحله انك تزقي باجبار؟ لما تبقى حاجه مهدده للحياه. لما حاجه انا عارفه ان هي هتبقى قاتله في النتائج. فاروح اعمل ايه ساعتها؟ مش اجبار كمان. تعالى نشوف كده، تعالى نسيرش، تعالى ندعبس على الاكشن اللي انت بتعمله ده نتيجته ايه؟ عشان يقول لك انت شعرفك. قلت له طب خلاص ما دام انت بتقولي انا شعرفي، تعالى نشوف، تعالى سيرش زي ما انتوا بتعملوا سيرش على جوجل ولا سيرش على وات ايفر، اكتب الفعل ده ايه الاضرار بتاعته؟ هنلاقي كتير. هينزل له بقى صفحات، زي مثلا اقناع البني ادم ان هو ما يمسكش الموبايل اكتر من نص ساعه، ده حتى احنا الكبار. فقلت له طب اكتب مساوئ انك انت تبقى معرض لريديشن لمده معينه تزيد عن كذا. فنزل له كل ايه، قلت له ده اللي بيطلع لك ده بيزد على ابحاث، مش مامي بقى اللي بتقول. لا مش مامي، مش مامي هي رخامه من مامي ان يعني هي بتعمل لك كده. لا هو اهو انت عايز ده؟ هقول لي لا طبعا. لا طبعا. طيب عشان لا طبعا يبقى نعمل ايه؟ يا رب يقتنعوا ويا رب يقدرنا عليهم. بالظبط كده. ويا رب فعلا نقدر نبقى على قد المسؤوليه وعلى قد قدره الاعصاب التحمل، ان احنا اللي حضرتك بتقولي ده مش سهل خالص على فكره على الاهالي. ما خالص. صح انا معاكي مش سهل، بس انا ما اعرف ان النتيجه بتاعته هتبقى مجزيه ليا ولي، هبتدي عارفه مش هقول ايه، مش هروض نفسي، هقول الطريقه ديت هي وسيلتي الوحيده، لان لو انا هناطح هيناطحني وناطحه مش هنوصل لحاجه الا ان انا بولد بني ادم عنيد اوت اوف نو وير. ايوه اكيد صحيح. بشكرك يا دكتوره، دكتوره نوال الخولي استشاري نفسي، يمكن كلمتينا عن اهم المحاور اللي نقدر من خلالها ان احنا نتعامل مع اطفالنا، وخصوصا في ما يتعلق بالغزو التكنولوجي وغزو وسائل التواصل الاجتماعي للمجتمعات بتاعت اطفالنا. شكرا جزيلا لحضرتك، نورتينا. شكرا. نورتينا دكتور. مشاهدينا احنا لسه مستمرين معاكم، خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل معاكم باقي حلقاتنا. طلاب الثانوية العامة بيكونوا في حالة توتر وقت الامتحانات، وكأن الثانوية العامة هي نهاية المطاف، أو الطالب لو ما جابش مجموع زي أخوه أو قريبه أو جاره هيبقى فيه مشكلة. بيبقوا قاعدين قلقانين، بيبقوا قاعدين حيرانين، مش عارفين هم قلقانين على مستقبلهم ولا قلقانين من ردود أفعال أهاليهم اللي هم قلقانين أكتر منهم كتير. يعني خلينا نقول إن ناس كتير جدا دخلت كليات قمة وما اشتغلتش بشهاداتها اللي اتخرجت بيها، وفي ناس دخلت كليات متوسطة واشتغلوا بشهادات أعلى منهم كتير. إزاي نغير الحالة دي من التفكير؟ إزاي نغير حالة الضغط دي عند الأسر المصرية ونعلم أولياء الأمور ونعلم طلابنا إن هي مش نهاية المطاف؟ إزاي نطمن أولادنا وهم يعني في مقتبل العمر وفي مقتبل أهم سنة دراسية في حياتهم؟ بصحبتنا الدكتورة هالة منصور أستاذ علم الاجتماع، هتكلمنا عن طريقة تعامل المجتمع المصري مع الثانويه العامه والطريقه الامثل لعلاج هذا الامر. اهلا بك يا دكتوره منوره. اهلا بحضرتك. نهايه المطاف هي اخر محطه من المحطات، رغم ان احنا في حياتنا العمليه شفنا اطباء ومهندسين اشتغلوا في التنميه البشريه، وشفنا ناس خريجين تجاره وحقوق اشتغلوا مبرمجين، يعني الايات معكوسه جدا، والثانويه العامه ما هياش نهايه المطاف لا بالنسبه لده ولا بالنسبة لده. تعليق حضرتك. هو طبعا كلام حضرتك صح تماما، يعني الثانوية العامة لأن هي نقطة مفصلية، يمكن مع تغير الفكر وعدم العمل بالتخصص زي ما سيادتك تفضلت وقلت، ده سلاح ذو حدين، ممكن يفتح فرص كتير لحد انه يغير الكارير بتاعه في مرحلة معينة ويعمل بقى الحاجة اللي بيحبها في الوقت اللي بدأ يدرك هو بيحب ايه. الحاجة التانية فقدان الحاجة السلبية بقى، فقدان جزء كبير جدا من حياة الإنسان في دراسة هو ما وظفهاش ولا استفاد بيها، فالحالتين احنا محتاجين نظبطهم شوية. طب نظبط ايه؟ الثانوية العامة نظام اجتماعي مش نظام تعليمي.
يعني ايه نظام اجتماعي؟ يعني انا بدخل الطالب في سنه مفصليه، بقول له السنه دي هتحدد مصيرك، لا مش اكتر من كده، ان مصيرك ده هيتحدد من خلال مكتب تنسيق بيفرق فيه الربع درجه والنص درجه، ونعمل مسميات بقى لكليات قمه وكليات اقل وكليات نظريه وكليات عمليه دون مراعاه للموهبه او الاهتمام او القدرات او التصور المستقبلي لمرحله ابعد لما هتخرج. كل ده مش مؤهلين ليه لا الاهالي ولا الطلبه ولا من يضع نظام الثانويه العامه من خلال امتحانات عباره عن مجرد الغاز، حتى وضع الامتحان مهاره، قياس قدرات، قياس مواهب، من خلال نظام توزيع على الكليات بيعتمد على ربع درجه ونص درجه اكتر من الاعتماد على المواد المرجحه او القدرات او الموهبه او التصور المستقبلي. كل ده في خلل في الثانويه العامه. هذا الخلل ليس وليد اليوم او فتره قريبه، ولكن هو على مدار سنين طويله في حياتنا. لكن يمكن كان ده زمان كان ليه شويه مصداقيه، لانه اللي كان بيدخل كليه بيتخرج يشتغل بشهادته. اذا احنا لما عملنا دراسات في الفترات الاخيره لقينا ان اكتر من 76% من الخريجين ما بيشتغلوش في تخصصاتهم. 76 ده دراسه تمت على اجيال ايه دي؟ بالظبط من حوالي، يعني خدنا من 10 سنين فاتوا، لقينا ان 76% من خريجي الكليات. دي دراسه صادمه جدا يا دكتور. جدا جدا. والخطير زي ما سيادتك قلت، اللي هي الكليات اللي كانت بتدعي او كنا بندعي ان هي كليات القمه زي الطب والهندسه والصيدله والاسنان، هو اتخرج اشتغل في حاجه تانية تماما. كتير، انا اعرف ناس كتير كده. بالظبط. وبدا هنا الطالب، وعلى النقيض برضو التجاره والحقوق والاداب، بالظبط، يشتغل سوشيال ميديا، اشتغل برمجه. انا بقول لحضرتك يعني يمكن قول الكليات دي اللي احنا كنا بنعتبر الكليات النظريه هي ثقافه، وبعد كده بيبقى التخصص مفتوح قدام الخريج. صح. لكن الكليات العمليه المفروض هي اعداد مهنه، اعداده لممارسه مهنه معينه داخل المجتمع. فلما تلاقي اللي قاعد يعد المهنه ده على مدار 4 سنين، اغلبها كمان 5 سنين او الطب 6 سنين، وبيتخرج يلغي الفتره دي من حياته عشان يبتدي بمهارات جديده. عشان ايه؟ ليه؟ عشان انا ما عنديش النظام. عشان هو ما كانش عايز الكليه دي ودخلها عشان يستخسر مجموعه او ضغطه المجتمعي، ولا عشان بعد دراسته ليها هو اكتشف ان هو مش بارع بما فيه الكفايه، ولا عشان هو ما حققش ذاته اثناء الدراسه دي؟ شوفي، كل الاسباب دي مجتمع. يعني ايه؟ يعني الطالب هنا في مرحلة الثانوية العامة هو لسه صغير، وساعات بيبقى فرحان بالمجموع الدرجات، ومستخسر درجاته انه يروح لكلية اقل شوية في القبول في الدرجات، فبيبقى العامل المرجح بالنسبة له انا مجموعي هيوديني فين. وانا مجموعي هيوديني فين يعني الكلية اللي واقف عندها مجموعي. طيب يدخل في دراسة قد تكون شوية شيقة أو شوية غير على غير رغباته، ولكن هو بيكمل عشان يثبت جدارة إن هو دخل الكلية دي اللي هي بيعتبروها المحيطين بيه إن هي كلية القمة. وابتدي الأب والأم هنا وكل اللي حواليه يغذوا فيه الرغبة في الاستكمال في هذه الكلية. أو لما بيجي يتخرج بيبتدي يحود النظرة بتاعته أو زاوية الاتجاه بتروح على سوق العمل. وسوق العمل في الفترة الأخيرة بيقول لنا إيه هو الوضع المادي، إيه هي المهنة اللي هتكسبني أكتر واللي هتحقق لي ربح سريع. الحاجة التانية اللي ممكن يكون مع بعض القطاعات اللي هترضي مواهبي ورغباتي، مع قطاعات أخرى اللي هتعمل لي بوزيشن، مع قطاع تاني اللي هتديني ظروف تعجبني، من ظروف سفر، من طريقة شغل، من طريقة حياة. فيبتدي هنا بعد مرحلة النضج اللي هو خلاص اتخرج من الكلية وكأنه لسه بيختار الكارير بتاعه من أول وجديد، لأن احنا ما دربناهوش، ما ساعدناهوش من أول المواد المؤهلة. مفروض كل ميول، عشان كده النظم التعليمية للأسف شوية اللي بتعتمد بس على الدرجات وعلى مجرد الامتحان الواحد
اللي هو الثانوية العامة أو الامتحان الواحد أو الدرجة الوحيدة اللي قد يكون الطالب موفق أو غير موفق فيها، مش بصرف يعني مش أكيد بتقيس قدراته، لا قدراته العلمية ولا قدراته من ناحية الميول أو الموهبة، لأن بتتدخل الظروف وبتتدخل عوامل كثيرة جدا. ناهيك بقى عن المنظومة كلها، من أول ضغط الأسرة لتوتر السنة من بدايتها، من أول يوم في توتر صحيح، مع استهلاك الوقت والطاقة والجهد في العملية التعليمية من مدرسة لدروس لسنتر لتحصيل، وكأنه هو دواء هيشربه لازم يشربه في الوقت ده. في بعض الطلبة من الضغط بيحصل لها حالة من حالات الرفض أو النسيان أو عدم القدرة على التركيز، لأن السنة طويلة وهو بديها ناس بتبتدي من بدري من أول الأجازة بتاعت السنة صحيح اللي قبلها، مع ضغط مستمر فبيجي في فترة هو مش قادر، وإرهاق مادي لأسرته في الدروس، ناهيك عن أنه ده كله بيجي في امتحانات للأسف مش موضوعة بالمهارة الكافية، ما بتقيسش مواهب، ما بتقيسش قدرات، ولكن بتعتمد على قياس ملكة الحفظ، فبتخرج لي جهاز تسجيل أكتر من أنه قادر على الربط والاستنتاج والتحليل للمعلومة. طيب دراسات علم الاجتماع بتقول إيه في هذا الأمر؟ إزاي رصدت الثانوية العامة في المجتمع المصري تأثيرها السلبي على الأسر وتأثيرها السلبي أيضا على الطلاب من خلال وعلى المجتمع على فكره، وعلى المجتمع. لان هي هل في ابحاث اتكلمت ده الجديد منها في قال في ايه ناس كتير في ارقام في يعني قولي لنا موجود عندكم في الكليه في ايه؟ مش في الكليه بالظبط، يعني مش لازم يكون في الكليه بالظبط، لكن في دراسات في علم الاجتماع وفي الخدمه الاجتماعيه وفي علم النفس وفي الدراسات المجتمعيه بشكل عام بدات ترصد ده، لدرجه ان اصبح المصطلح الدارج في المجتمع بعبع الثانويه العامه مرعبه يعني، وتلاقي الأم والأب والأسرة كلها عندنا حالة توتر عشان عندنا ثانوية عامة، ما إنها سنة دراسية عادية زي أي سنة. الحاجة التانية إنه ما عندناش يعني دايما لما عملنا قياسات بقى للرأي ولرأي الآباء والأمهات، هو الضغط المجتمعي مع تغير أدوات أو آليات سوق العمل بيتغير النظر للثانوية العامة. يعني مثلا كان ايام ما كان في تكليف لخريجي كليات التربيه وكانوا بيخرجوا على طول على سوق العمل، كانت كليه التربيه من كليات القمه وكان المجموع فيها فوق 90%. اول ما اتلغى التكليف نزلت الطموحات بالنسبه للالتحاق بالكليه. كل اقسام البيزنس دلوقتي في كل الكليات سواء كانت كليات جامعات حكومية أو جامعات خاصة عليه إقبال شديد جدا للنظر لسوق العمل، بالإضافة طبعا للنظرة التقليدية اللي هي لسه موجودة كتير قوي في الطبقة الوسطى أو في الريف المصري، اللي هي كلية الطب وكلية الهندسة واللي هي الكليات القمة زي ما كنا بنقول. طبعا مع انتشار التعليم الخاص وجود الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية خف شوية من بعبع الثانوية العامة. حقيقي. ليه؟ لأن أصبح قدام الأسرة المصرية بديل. أيوه. إذا ما لحقش الكلية اللي هو نفسه يدخلها في الجامعات الحكومية يستطيع، فهناك بديل. كان زمان بس ده قاصر على اللي يقدر يسفر ولاده بره يكملوا بره، لكن حاليا أصبحت حتى الجامعات الدولية ليها فروع في مصر، وفي الحقيقة ده كان نوع من أنواع الحلول اللي خففت شوية من هول الثانوية العامة، لكن برضو لا يزال مرتبط بالقدرة المادية. بس دكتورة القصة كمان إن الولاد بيجوا في مرحلة معينة في الكلية يبقى مش عارف هو عايز يكمل ولا مش قادر يكمل وحول ولا ما حولش، ولو جاي حول اهله هيتخضوا جدا، ولو استمر في كليه هو مش عايزها هو بيبقى حاسس انه ضايع، ولو حول من غير ما يقول لهم تبقى مصيبه اكبر واكبر. الولاد بتبقى محطوطه في مفترق طرق في مرحله ما بعد الثانويه العامه كمان. بالظبط. هو طبعا دي حالات الى حد ما حالات فرديه، بيكون درجة الحوار داخل الأسرة مش كافية، درجة نضج الشخصية مش كافية، درجة إدراك الأب والأم لقدرات ولادهم واهتماماتهم، فبتنتج عندها المشاكل اللي حضراتكم بتتكلموا فيها. لكن يمكن الأغلبية بقى اللي هي مش بنقول عليها حالات فردية ولكن أصبح توجه عام
انه يصبر لغايه لما يتخرج وبعد كده يقول لهم انا جبت لكم الشهاده اهي بس انا هروح اشتغل في حاجه ثانيه، سواء بيقول ده للاب والام او بيقوله لنفسه في بعض الاحيان، يعني هو نفسه بيكمل عشان يبقى معاه الشهاده لكن هو عارف انه مش هيشتغل بالشهاده. ناهيك على انه حتى اللي هيشتغل بالشهاده، لانه نظام التعليم لا يزال حتى الان بيعتمد على الامتحان بالذاكره، على درجه التحصيل في الحفظ، على معلومات الى حد ما قديمه غير محدثه باستمرار في اطار الدراسه الجامعيه. نفس الاساليب المفروض ان احنا المفروض خلاص مع التطور التكنولوجي يبقى كل الامتحان اوبن بوك. ده برغم الاوبن بوك اللي موجود في كتير لازم من يكون الاوبن ده بوك برغم لسه لم ينتشر بالقدر الكافي. احنا اعتمدنا على البابل شيت والامتحانات بالكمبيوتر، لكن لسه ما طورناش نفسنا، لسه برضو على قد الذاكره ما طورناش نفسنا على احنا ندرب الطالب على مهارات الربط والاستنتاج والتحليل واستخدام المعلومه اكتر من حفظ المعلومه. عشان كده بيجي اول ما بيتخرج هو اللي حفظه وخلاص حطه في ورقه الامتحان ونسيه، لان دي اليات الحفظ، انا حفظت مجرد السؤال استدعى المعلومه اتحطت المعلومه على الورقه انا خلاص بعمل لها ديليت وادخل على معلومه اخرى. طب ايه اللي بيحصل بقى اول ما بيدخل سوق العمل؟ بيبتدي يتعلم من اول وجديد، وبيبتدي هنا خلاص مع تطور الاجهزه التكنولوجيه انا مش عايزه حفظ صحيح. كل المعلومات اللي انت حافظها انا مش عايزاها، انا عايزه قدرتك على انك تربط وتستنتج وتحلل وتفسر المعلومات دي وتفضل تشتغل عليها في اطار عملي. فبيبتدي وكانه بيبدا من البدايه، وتلاقي حتى اصبح مصطلح واضح عند كل المديرين اللي رايح يشتغل معاهم، يقولوا انسى بقى الكلام اللي انت درسته وتعلم من اول وجديد وجديد. فدي مشكله تانية، لانه بيشعر هنا بفقدان القيمه للسنوات اللي هو درس فيها، يعني فقدان الهويه مش خافي على ناس كتير. واصبح الطالب بيجد تميزه في مهارته في اللغه والكمبيوتر، ودي مش محتاجه قوي دراسه جامعيه. واصبح كمان سوق العمل بيركز قوي على المهارتين دول، طب فين بقيه المهارات الخاصه بالتخصص؟ فهنا محتاجه اولا نظره تكاملية لسوق العمل والتعليم. ليه؟ لأنه بداية مشاكل سوق العمل بتبدأ من عند مكتب التنسيق في الثانوية العامة، لأنه مفترض أنه مخرجات نظام التعليم هي مدخلات سوق العمل صحيح. وبالتالي نظام التعليم لازم يبقى عينه على سوق العمل سوق العمل بكل ما فيه من مهن مستحدثة، لأن المهن أصبحت مستحدثة بدرجة كبيرة نتيجة للتطور التقني والتكنولوجي صحيح. فإذا أنا ما كانش عندي استراتيجي من البداية، من وأنا لسه في الإعدادية كمان بعد مرحلة التعليم الأساسي، يعني مرحلة التعليم الأساسي بعدها لازم أبتدي أدرب وأهل وصنف لدخول سوق العمل، مرورا بقى بالدراسة الثانوية والدراسة الجامعية أو الدراسات العليا. فمفروض أن أنا أبقى عيني على خريطة سوق العمل بالضبط من أول التعليم الأساسي. بنشكرك دكتورة، دكتورة هالة منصور أستاذ علم الاجتماع، يمكن إدت لنا كده روشتة لكل الأسر المصرية إزاي أن إحنا نتعامل بشكل منطقي وبشكل علمي مع امتحانات الثانوية العامة. ما هياش بعبع، هي سنة زي أي سنة، وفي النهاية سوق العمل ليه متطلبات تانية خالص، وفي النهاية ولادنا ممكن بعد كل سنوات دراسية جامعية ياخدوا مسار تاني خالص، فما فيش داعي لكل ما يعني بنشوفه من قلق في أسرنا المصرية. أكيد. مشاهدينا خلصت حلقتنا النهاردة، نشوفكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد. صباح الخير عليكم. صباح الخير يا مصر.